الأهلي يواصل عروضه الجيدة ويفوز على المقاولين العرب 1-0 بدون احتواء، ويواصل تصدره لقمة جدول الترتيب. كابتن علاء ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أيمن، مبروك النادي الأهلي وثلاث لقاءات مهمين جدا، هتلعب يوم قمة الدوري وإن شاء الله دايما يا رب. كابتن أسامة ألف مبروك، فوز مستحق النادي الأهلي. اه طبعا، بالذات الشوط الثاني بعد التغييرات اللي اتعملت بنزول عبد القادر وحسين الشحات، وفرقت كتير جدا والجنبين اشتغلوا كويس وقدرنا نكسب اللقاء يعني. الحمد لله. الحمد كابتن لله. عادل ألف مبروك، فوز بدون احتواء. عجبني ده كابتن، لاني كاتبها على تويتر. الحمد لله ان احنا فعلا يعني في حاجات بتحصل. انا عاوز اعرف الحكم ليه ما رجعش في الكره الاخيره قبل ما حمدي فتحي يطرد ليه الفار في الكره اللي هم لعيبه النادي الاهلي اعترضوا على اساس انها بنالتي. لا دي جايه في ايده، قفش عاملها بدماغه فجت في ايد اللعيب، بس هي ما اتعادتش يعني، ما نقدرش نحكم عليها. انا ما اعرفش ليه ما اتعادتش يعني. هو حق يعني، انا مش عارف يعني، بس مبروك. احنا الحمد لله يعني احنا متصدرين الجدول في الوقت الحالي، وان شاء الله واخدين على ان احنا لما بلغه الكوره بنركب الجدول ان شاء الله مش هننزل منه باذن الله رب العالمين، على نهايه البطوله واخدينها يعني ان شاء الله باذن الله. كابتن بلال الف مبروك، فوز مهم للنادي الاهلي النهارده. الله يبارك فيك كابتن ايمن. طبعا مبروك للنادي الاهلي، يعني 4 من 4 استحقاق يعني النهارده المباراتك يعني، وان كنت في الشوط الثاني كنت يعني ممكن يكون المعدل البدني نزل شويه، الجيم اتفتح بشكل غريب شويه، ما كانش في شويه تنظيم، وده مش مطلوب معكم يعني في المباريات اللي جايه، لان كل مباراه مع النادي الاهلي مباراه صعبه يعني. اما بمناسبه الاحتواء، احنا اتفقنا احتواء بعد الثالث، ما فيش بعد الاول ده، ما فيش الاولاني ده ما فيهوش احتواء الاولاني يعني. لا قصدي ان ما فيش احتواء يعني، جت كوره لحمدي فتحي مثلا كان في كلام عليها، الكابتن الغندور اداله الطرد كارت احمر، مع ان كان يعني وجهه نظر هنسيبها للكابتن نصر عباس، فيها شكوك كبيره، هنسيبها للكابتن نصر عباس يعني احنا برضو يعني اكيد لنا راي يعني، وراي طبعًا كابتن ناصر طبعا طبعا يعني، كل واحد ليه وجهه نظر. لكن هي من وجهه نظر الشخصيه يعني استحواذ غير كامل على الكوره يعني، انا كلامك بلغه الكابتن ناصر عباس الاستحواذ مش موجود الكامل على الكوره، في اتنين مغطيين كمان مغطيين يعني، هو مش فرصه مؤكده لاحراز الهدف، فبالتالي يعني انا شايف ان هي عارف يعني لولا توقيت الكوره كان ممكن تتحسب انذار يعني، دي لو في نص في نص الماتش تمام، او بدري شويه ربع ساعه ممكن تتحسب بس انذار فقط لا غير. انما برضو انت في اخر ثانيه وهتتلعب، يا تيجي يا ما تجيش، انت برضو عارف يعني في بعض الحكام في الاخر بيحب ياخد لقطه لطيفه في مصر، فدي من اللقطات اللطيفه اللي ممكن ياخدها الحكم قبل الماتش عشان تبقى معلمه مع الناس كده، ان هو ادى حمدي فتحي كارت احمر، وده من وجهه نظري الكارت احمر غير مستحق على الاطلاق. لكن الاهلي مجملا كان افضل، هي وجهه نظرنا وتقريبا معظمنا يعني او كلنا، ولكن احنا برضه هنتركها للكابتن ناصر. احنا شايفين ان هو كان يكتفي بكارت اصفر، ده الطبيعي يعني. الحالات المشابهه بتقول كده يعني، مش بتكلم على وجهه نظري الشخصيه. هو اكتفى بكارت اصفر على فكره؟ لا هو اكتفى، بس بس الفار جابه وبص عليها الفار، لكن هو احنا نسال بقى في قريب كابتن ناصر عباس عشان بس ما نظلمش الراجل. ان هو كان انذار زي تقديرنا كلنا، لكن اللي جاب هو وشاف وجهه النظر الثانيه. طب هو ليه يا كابتن؟ انا عايز بس اسال سؤال يا كابتن، مفيش رجوع للفار ليه في الالعاب اللي ليها شكل النادي الاهلي؟ انا بتكلم ده من السنه اللي فاتت، وليس السنه دي. السنه اللي فاتت خسرنا، وانا بقولها وبكررها، خسرنا من 15 ل 18 بونت بالفار. ايوه مظبوط بالفار، ما احنا اتكلمنا فيها دي يا كابتن عادل. بس في حاجه يا كابتن علاء، لا مش عايزينها تتكرر يا كابتن. لا ان شاء الله مش هتتكرر باذن الله. في حاجه يا كابتن علاء برضه عايز اقولها لك، مش معنى ان الفار جابك ان انت ممكن تاخد براي الفار. انت ليك وجهه نظر، انت اديت كارت اصفر كويس، انا رحت شفتها لما الفار قال لي تعالى شوف الكره دي، رحت شفتها، انا ممكن اصمم على رايي. انت تعرفش ايه الحوار اللي دار بينهم بقى؟ لا هو راح شافها. ايوه ماشي، ايه الحوار اللي دار بينهم والفار؟ وانت تعرفش ايه اللي حصل؟ بس انا كحكم رحت بصيت عليها، جبتها من كذا زاويه، شفتها، خدت وقتي خلاص. هو شايف من وجهه نظره ان هو يستحق الطرد، بينما احنا كلنا شايفين ان هو كارت اصفر. اللعبه مش اولا هو ما كانش اخر واحد اساسا، واللعبه بالزبط بعيده من طرفها، مش مواجهه اساسا للشناوي. وكان في احتمال كمان ان كان محمد هاني سلية وهاني، محمد هاني يعني لو محمد هاني جري عادي قطع عليه كان هيوصل، لكن هي كان في سلية كمان قريب. ما بالظبط، هي وجهه نظر مختلفه شويه، كان اللي يفصل فيها كابتن ناصر عباس، لكن احنا كلنا مقتنعين ان هي
نزار بس ما لحقش طرطب. طيب ندخل بقى على الفنيات، شفت الماتش ازاي وخصوصا الشوط الثاني؟ يعني الشوط الثاني حصل بعد الهدف ان عماد النحاس فتح خطوطه. بص الفرقه دي او احنا زي ما اتفقين مع الفرقه زي المقاولين بتلعب على ان هو يدافع بس. ايوه وجت هجمه مرتده جت ما جتش ما جتش، ان هو ما عندوش، هو ما بيفكرش يهاجم، هو بيفكر ان هو كره تبقى مقطوعه تتعمل هجمه سريعه خلاص على كده، لكن ما بيفكرش يهاجم. عشان كده بعد ما بيجي فيه هدف، يعني الهدف كمان لو جه في الشوط الاول الموضوع كان اختلف تماما، كانت النتيجه زادت جدا، ان هو خلاص حته ان هو يدافع دي مش موجوده. مع مرور الوقت هو بدنيا بينزل كمان بيتعب كمان. انا شايف ان هو يعني 1-0 قليل جدا على الفريق المقاولين النهارده على سير مباراه. انت الشوط الاول بس كان يؤخذ عليك ان انت ما فيش كم فرص كتير، لكن الشوط الثاني لا انت ضاغط من بدري وعايز تجيب هدف وجبت هدف وكم فرص ضاع كتير قوي. في كورتين عملهم محمد مجدي جنب القائم اهداف، وفي واحده طلعها في طلعه واحده ابو سعود، وفي واحده اللي هي هجمه ثلاث مرات ورا بعض. لكن 1-0 قليل قوي على المقاولين، يعني المقاولين من الاخر الفريق ما بيعملش حاجه، يعني حتى ان يعرف يدافع الشوط الثاني ومش عارف يدافع، يعني ما عندوش حتى ثقافه ان هو يعرف يدافع كويس قوي، لان الاشخاص نفسها ما عرفوش يدافعوا. يعني في فريق بيعرف يدافع ويمسك الكره بيعرف يتصرف فيها، لا المقاولين ما عندوش حتى دي، المقاولين عنده بيدافع حتى لو ينقل النقله واثنين وثلاثه مش موجوده. ولعيبه النادي الاهلي استغل دي كويس قوي وضغط عليهم كويس قوي، خصوصا دايما الكوره كانت بتقطع في نص الملعب على طول. لكن اللي خلى عندك الافضليه في الشوط الثاني ديانج خلى عندك الكره الثانيه والقطع في نص الملعب امتياز، هو اللي دايما مخليك انت في حاله هجوم دايما في حاله هجوم دايما. مش الموضوع مش ان تبدا هجومك من عند معلول او اكرم، لا الموضوع ان الراجل ديانج بيحيي لك الهجمه ثاني دايما، هو بيقطع الكوره وبيسلمك على مساحات فاضيه. يمكن حصل في الشوط الثاني لو في شويه نظام يعني تنظيم هجومي صح كنت ممكن النتيجه تزيد، لان انت كان في تداخل في الادوار في الحته الاخير ما كانتش واضحه، الامور ما كانتش واضحه، يمكن وضحت شويه بعد خروج بيرسي تاو. بقى ليك شكل هجوم، بقى ليك اطراف كويس قوي. يعني كان اسامه كان بيتكلم او عادل تقريبا على نزول حسين الشحات، نزول حسين عمل لك جبهه محترمه ناحيه اليمين، لان خلاص هو كله مركز على علي معلول زي ما بقول لك عادي جدا اتفضل علي معلول، لكن انا عندي جبهه ثانيه كانت شغاله مع اكرم، واكرم اشتغل مع حسين الشحات لما اتفضل كويس. لا هنكمل كمل حسين الشحات لما نزل كمان مع اكرم بقت جبهه قويه جدا كويس دفاعيا وهجوميا. يعني اكرم كتير قوي هو وحسين الشحات كم كوره بالعرض عملت كتير قوي كويس. احنا كلنا توقعنا بعد ما المقاولين فتح بعد الجول الاول ما دخل فيه توقعنا مزيد من الاهداف للنادي الاهلي، دي حقيقه، ولكن لم يحدث. لا هو في سوء حظ وفي تسرع شويه، لكن الضغط الهجومي او كم الهجوم اللي انت كنت عامله في الشوط الثاني كان لازم اكتر من كده، كان لازم يعني لان خلاص فريق مستسلم تماما للمقاولين واخطاء زي ما هي، هو مستني يعني الفريق بيدافع ما بيخرجش من 18 بتاعه ما بيخرجش اساسا، لان هو ما عندوش ان هم اللعيبه ما عندهاش الملك ان هي تخرج بالكوره، وانت ضاغط عليهم ب ب ب ب بواحد اسمه ديانج في نص الملعب عامل الشغل امتياز وحش. يعني ديانج الشوط الثاني تقريبا يعني شغلك الهجومي كله هو اللي عامله، مش يعني مش هو اللي عامل شغل الهجومي كله ما شاء الله عليه. طبعا التغييره اللي حصلت ايمن اشرف مع نزول احمد مع نزول احمد عبد القادر كانت تغييره ممتازه من موسيماني، ورجع حمدي فتحي، ودي ميزه حمدي فتحي ان هو ممكن تلعبه راجل مساك عادي جدا، ممكن تلعب بثلاثة أربعة تاني عادي مفيش مشكلة، وتزود الضغط الهجومي بتاعك. وأحمد نزل في مكان فاضي، أحمد نازل مش ممسوك. اشتغل كويس جدا ودايما كان فاضي، لكن أنا بقول لك طبعا النهارده ديانج عمل معاك شغل هجوم ممتاز، عمرو السوليه شغل الشوط الثاني كان أحسن من الشوط الأول بكتير قوي. كل اللي أنت عملته الشوط الثاني شكل أدائك أحسن، هجومي أحسن، ضغط كويس قوي. يؤخذ حاجة واحدة بس، النتيجة كانت لازم النهارده أكتر من واحد بكتير. لازم. يعني مش تقصير من لعيبة الأهلي أيمن عشان بس ما نظلمهمش، لكن هو في سوء حظ، في تسرع، لكن كانت لازم أكتر من كده بكتير، إن ما ينفعش إن هو يعني نبقى موجودين على آخر دقيقة، ممكن يجي فيك هدف ما تضمنوش يعني. ومع فريق فعلا مع الاحترام الكامل ما يستحقش، يعني النهارده المقاولين ما يستحقش حتى يتعادل معاك. النهارده كنت لازم تكسب وتكسب نتيجة كويسة، لكن في الاخر انت دايما بتدور دايما على الهدف الاحسن اللي هو ثلاث نقاط مهمين جدا على قمه الدوري، وانت مقدم عرض جيد. مقدم عرض جيد، الاختلاف شويه في الشوطين، لكن الشوط الثاني لا كانت ناقصه حاجه عملتها، وخصوصا بعد الهدف اللي هي حته الضغط الهجومي بس. مظبوط. خلينا نستعرض مع بعض نتائج مباريات الاسبوع، وبعدين هنروح لزميلنا كريم احمد ملعب مباراه ومع الكابتن سامي قمصان. المباريات الفاركو مع مصر المقاصه 2-0 الفاركو، الشريال دخان مع فيوتشر 4-1 لفيوتشر، اتحاد سكندري وجونه 1-0 للاتحاد، سيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي 1-0 لسيراميكا، المصري البورسعيدي مع
طلائع الجيش مع غزل المحله 0-0، اسماعيلي مع الزمالك 2-0 للزمالك، انبي وسموحه 1-1، والاهلي والمقاولين العرب 1-0 للنادي الاهلي، ويواصل النادي الاهلي تصدره لقمه الدوري للاسبوع الرابع على التوالي. نروح بقى لزميلنا كريم احمد ملعب المباراه ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. اتفضل. بجد تحريك من جديد كابتن ايمن شوقي، طبعا كابتن الكبار نجوم الاستوديو التحليلي. مبروك النهارده طبعا الفوز للنادي الاهلي، مباراه صعبه ويمكن تضييق المساحات وطريقه لعب المقاولين العرب يمكن شفناها بشكل عام، لكن كل الامور دي طبعا هنتكلم فيها مع كابتن سامي قمصان. مبروك كابتن سامي، مباراه صعبه زي كل مباراه بطوله الدوري العام، اجهاد ولعيبه راجعه من المنتخب وامور عديده جدا، لكن كمان طريقه اللعب على ما اعتقد مباراه المقاولون تكتلات دفاعيه محتاجه حلول بشكل مستمر ومحتاجه امور عديده جدا فنيه. تقييمك للمباراه وتشوف الفوز النهارده ازاي؟ اولا طبعا تحياتي كابتن ايمن وضيوفه، زي ما انت قلت مباراه مهمه جدا، لكن الاهم طبعا ثلاث نقاط مهمين جدا. انت الحمد لله خلصنا مرحله مهمه للثلاث مباريات الاولين، حققنا فيهم الحمد لله العلامه الكامله، ودي كان مهم جدا. النهارده بنبدا مرحله جديده بمباراه جديده بتحدي اكبر، مباراه المقاولين مباراه صعبه دايما مع النادي الاهلي. طبعا بحيي طبعا الكابتن عماد وجهازه، مباراه طبعا فنيه على اعلى مستوى. طبيعي اللي انت بعد مباراه كبيره بعد ماتش الزمالك تتفرج عليها واداء مميز من لعيبه النادي الاهلي، اللي انت تعمل تكتل دفاعي، ودي حاجه كنا متوقعينها شويه، وحاولنا ان احنا نفك التكتلات ديت. ممكن كان عندنا فرص، كنا ممكن الفرصه بتاع حمدي فتحي او شريف كانت ممكن تفتح لنا الماتش، لان انت عارف الماتشات اللي زي دي بتبقى محتاجه اللي انت تجيب جون بدري يعني، ممكن لكن الماتش طول شويه، لكن الحمد لله قدرنا برده نحل في الاخر، عندنا فرص اكتر الشوط الثاني. لكن الحمد لله اهم حاجه بالنسبه لنا طبعا زي ما قلت وباكد كل مره، ثلاث نقاط مهمه جدا بالنسبه لنا. نقدر نلتمس العذر يا كابتن سامي للعيبه، لان اللعيبه اللي راجعه من المنتخب وكمان يمكن كل الدوليين كمان اللي كانوا شاركوا في منتخبات الافارقة يمكن كان مجهود كبير جدا، نقدر نلتمس العذر للعيبه في المجهود البدني النهارده يا كابتن سامي؟ بشكرهم طبعا على المجهود، يعني زي ما انت قلت، انت بص الناس لعب ايه، احنا لعبنا الجمعه مع الزمالك وبعد كده هم لعبوا مباراتين، يعني في حوالي 8 ايام 10 ايام لعبوا حوالي ثلاث مباريات كبار جدا، يعني النهارده نفس القصه، ممكن يكون المباراه الرابعه بالنسبه لهم يعني. فطبيعي اللي يبقى في سنه اجهاد شويه، لكن لعيبه النادي الاهلي تعرف عارفهم وعارف روحهم مصممين على التحدي الكبير اللي بالنسبه لنا النهارده بطوله الدوري، بطوله مهمه جدا بالنسبه لنا، بركز فيها، بنلعب كل قوتنا عشان نقدر نحسم مباراه. استفدنا من الدرس بتاع السنه اللي فاتت، ودي كانت حاجه مهمه جدا الراجل اتكلم عليها، لكن في الاول والاخر طبعا بشكر اللعيبه على الجهد دوت والاداء ده في ظل زي ما انت قلت السفر وكل اللعيبه الدوليه. انت عندك حوالي 9 لعيبه او 11 او 10 لعيبه بالظبط شاركوا كلهم في المنتخبات، يعني حتى بدر اللي شارك في المنتخب المحليين بمباراتين برضو يعني، لكن في الاول والاخر الحمد لله بشكرهم على الاداء دوت وعلى الروح ديت وعلى النتيجه ده. بدر شفنا كدمه قويه جدا الحقيقه، ان شاء الله نطمن عليه. وكمان حمدي فتحي، يعني نقدر نقول خسرنا ورقه مهمه جدا حمدي فتحي، لكن احنا عندنا الحقيقه سكواد رائع ومميز جدا، لكن قيمته الحقيقه كبيره ويمكن فايق بلغه الكوره حمدي فتحي كابتن. طبعا كان ادى اداء مميز النهارده، ربنا كافئه حتى بالهدف اللي احرزه. يمكن الشوط الاولاني هو عمل نفس الكوره لما ابو سعود انقذها، لكن الحمد لله ربنا كافئه الشوط الثاني بالهدف ده. طبعا طرد في لغه الكوره برده يعني يعتبر حاجه، يعني مش زعلانين منه، لان كان مهم جدا اللي انت تعمل فاول تكتيكي دوت. اعتقد طبعا حظ وحش طبعا اللي خد كارت الاحمر، لكن عندنا ثقه طبعا في اللعيبه اللي جايه، هو ان شاء الله يرجع اقوى باذن الله. خد تحدي تدريب مباراه الاثنين المحله في ملعب مختلف بشكل كبير في اوجه مختلفه في الساعه 5:30، يمكن كل الامور دي يتم التحضير ليها ازاي في ظل ضيق الوقت الكبير جدا يا كابتن؟ زي ما انا قلت لك ان احنا بنلعب على كل الظروف المتاحه بالنسبه لنا، يعني مهم جدا مباراه المحله. السنه اللي فاتت فقدنا ثلاث نقاط في ملعب المحله، فتحدي بالنسبه لنا كبير. زي ما قلت لك عاوزين ننهي المرحله بفوز تاني، وان شاء الله عشان نستعد لمباراه سموحه اللي بعدها ونحقق 9 نقاط برضو تدينا اريحيه وتدينا افضليه لان نبقى متصدرين الدوري. فاعتقد خلينا واحده واحده، مهم جدا استعداد مهم جدا. بكره ان شاء الله عندنا تمرين الصبح، ويوم الاحد ان شاء الله تمرين ونسافر، وان شاء الله نستعد لمباراه المحله باذن الله. شكرا جزيلا. بنشكر اكيد كابتن الكبير كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي على هذه التصريحات. فوز كان مهم جدا الحقيقه لكل اللاعبين في هذه المباراه الصعبه اللي كان فيها تكتلات دفاعيه وطريقه فنيه كده الحقيقه. يمكن قدر النادي الاهلي وبيتسو موسيماني يخرج بثلاث نقاط مهمين جدا في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري العام. مبروك من جديد للنادي الاهلي، وان شاء الله منتظرين كل اللاعبين والقادم افضل في مباراه المحله، اللي ان شاء الله باذن الله يستطيع النادي الاهلي ايضا الحصول على الثلاث نقاط في بطوله الدوري العام. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. كابتن اسامه الف مبروك، بس هي فعلا زي ما قال الكابتن علاء مهيوب نتيجه لا تعبر عن سير المباراه. طبيعي يعني الشوط الاولاني النادي الاهلي كان مستحوذ تماما، نادي المقاولين كان كل همه ان يحتفظ بالنتيجه سلبيه، و
على استحياء ان جات له كره ضربه ثابته او كده هجمه مرتده اللي ما حصلش باستثناء كره فاروقه اللي هي كان فيها تسلل. لما النادي الاهلي عمل تغييراته الشوط الثاني وقلنا انه كان بيلعبوا ثلاثه ورا ايمن وحمدي وبدر ممكن جدا بتنجح في اوقات كتيره، لكن النهارده هو اصلا المقاولين كان بيدافع بكثافه عدديه فهم الثلاثه كانوا واقفين، ففعلا قلنا ينزل احمد عبد القادر او حسين الشحات او الاثنين مع بعض وتزود الكثافه العدديه وتقلل واحد من المدافعين، وده اللي حصل فعلا في الدقيقه 60 او 62 من مستر موسيماني لما طلع ايمن اشرف ونزل احمد عبد القادر، وابتديت تلعب بجبهتين كويسين، في جبهه فيها احمد عبد القادر ومعلول والناحيه الثانيه فيها بيرسي تاو ثم حسين الشحات واكرم طبعا، ما هو علي معلول وهنا اكرم وبيرسي ثم حسين الشحات، فالجبهتين ابتدوا يشتغلوا كويس. وقبل ما حسين كمان ينزل جيل هدف على طول سريعا بعد ما احمد عبد القادر نزل، وابتدت النزعه بقى اللي هو ايه، خلاص انا خسرت يعني، المقاولين خلاص دخل في مرحله الدقيقه 66 انا خسران خلاص. ابتدى يعمل بعض التغييرات، ابتدى يطلع انستوزا اللي هو كان قافل ناحيه معلول، بس احنا قلنا انه من كتر الجري اللي بيرجعه مش هيقدر طوال ال 90 دقيقه يكمل من تحت لفوق، فهو استغنى عنه، مش استغنى عنه، استغنى عنه في المكان وحطه راس حربه ونزل الحسيني ومجلي واحد في نص الملعب واحد قدام على اساس انه ابتدى عايز يزود النزعه الهجوميه، يزود النزعه الهجوميه ثم محمد طلع، فاتفتحت مساحات بقى كبيره جدا. كابتن عماد بالتغيير دوت قسم الفرقه نصين. ايوه مظبوط، يعني هو لو النادي الاهلي كان استغل المساحات ديت كان ممكن يجيب الثاني والثالث والرابع، لكن لدرجه ان احنا مثلا في حاجات انا مش عارف اذا كان دي بتاعه الكابتن عماد النحاس ولا بتاعه اللعيب من نفسه في الملعب، يعني في لقطه من اللقطات يا ريت يجيبوها لنا بعد كده، فاروقه سايب ورا خالص وبيلعب في نص ملعب النادي الاهلي. ايوه ثابت في نص ملعب النادي الاهلي. انا بقول لك خلاص الدقيقه 66 يعني ناقص 25 دقيقه او اقل، 25 دقيقه تقريبا على نهايه المباراه، فخلاص انا خسران واحد، ابتدت في مساحات كبيره جدا. حاجتين، انت كنت بتستغل المساحات ولكن ما استغلتش الفرص، او حصل في بعضها سوء توفيق، يعني في حاجات فيها رعونه وفي حاجات كان فيها سوء توفيق، يعني في حاجات اتعملت كويس، يعني في واحده اتشطت من حسين الشحات كويس ضربت في القائم ورجعت ما كانش فيه متابعه، في واحده اتعملت حلوه قوي من معلول لقفشه لتحته وحطها ببطن رجله جت جنب القائم، اكتر من فرصه ولشريف يعني كان فرص في تنوع عديدة. النهارده كان في تنوع صحيح، في بعضها كان زي ما بقول لك في عدم توفيق شويه وفي بعضها كان في رعونه واستعجال انك تجيب الجون الثاني، لكن النادي الاهلي كان مسيطر تماما. الشوط الثاني زي ما قلت لك طبيعه الحال ان انا خسران، المقاولين ابتدى يعني يوصل لنقطه يعني جزاء النادي الاهلي شويه عن الشوط الاولاني، ولكن بدور خطوره حقيقيه، يمكن بس في كوره بتاعت الشناوي اللي شالها كويس. ايوه هي الشناوي طبعا شال كوره حلوه قوي صحيح. وكمان في واحده اتعملت من ورا الديفنس وطلع خدها من على 18، رغم ظهور الشناوي في فترات قليله في اللقاء لكنه في موقفين عملهم كويس، لكن باجمالا النادي الاهلي رغم ان الماتش الشوط الثاني رايح جاي لكن فرص الاهلي كتيره جدا وكان ممكن النتيجه تبقى اكتر من كده. صحيح. طيب تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد ملعب المباراه ولقاء مع كابتن اكرم توفيق. بجد التحية لك من جديد كابتن ايمن شوقي، كابتن كبار كل جمهور النادي الاهلي، واحد من اللعيبه الرجاله اللي بنعمل وبنتمنى ان شاء الله نشوف مستقبل كبير جدا ومزيد من الانتصارات ومزيد من التألق. اكرم توفيق برحب بيك اكرم في البدايه، ومجهودك كبير وواضح وبهنيك النهارده على الاداء، الرجوله والاصرار كل ده بيحبه جمهور النادي الاهلي، اما الجمهور بينادي عليك في حماسك وفي قوتك الكبيره جدا، بقى سعداء بشكل كبير جدا، شايف الفوز النهارده ايه بيمثلك يا اكرم؟ طبعا الحمد لله، طبعا الفوز ده حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى، احنا تعبنا واجتهدنا في الملعب وربنا كرمنا وكلل تعبنا بالفوز بقى، الفوز طبعا للاعيبه الرجاله والجهاز الفني ومجلس الاداره وطبعا الجماهير، بنموت نفسنا عشان خاطرهم، وقلتها قبل كده واقولها تاني وهنفضل نقولها، كله مش عايز يطلع من الملعب غير وهو ميت عشان خاطر الجمهور، وده اللي واضح في الملعب والحمد لله رب العالمين. يعني الحقيقه يمكن اكرم شرفت مصر وادائك كان رائع ومميز جدا مع منتخبنا الوطني، بشرف النادي الاهلي في ادائك، باك رايت ده يمكن اكرم دلوقتي على الصفح والسوشيال ميديا احسن باك رايت في مصر هو اكرم توفيق، طبعا مع كل طبعا الاحترام طبعا مع الهاني والكريم وكل اللعيبه، ده بيحملك ايه وبيمثلك يا اكرم؟
لا انا ما بركزش مين الاحسن، انا بركز في شغلي ان انا دايما اموت نفسي في الملعب. حته الافضل دي حاجه ممكن الجمهور هو اللي شايفها. احنا كلنا زي بعض، ما حدش احسن من التاني، كله بيموت نفسه عشان خاطر الجمهور، وده اللي واضح. يعني اي حد بينزل بيموت نفسه، سواء هاني او كريم، كلنا يعني على روح او قلب رجل واحد، فبنموت نفسنا عشان خاطر الفريق والجمهور، وده الواضح هنا في الملعب. يعني صعوبة المباراة في التكتلات الدفاعية بشكل كبير جدا الحقيقة من نادي المقاولين، لكن انتوا كان عندكم حلول والحمد لله ربنا كفينا في النهاية. ازاي قدرتوا تحلوا؟ موسيماني قال لكم ايه بين الشوطين؟ والله احنا كنا كويسين، يعني على مدار ال 90 دقيقة كنا كويسين. هم تقريبا كانوا بيلعبوا بنفس الخطة اللي احنا بنلعب بيها، كنا بنلعب بيها الماتشين اللي فاتوا او ثلاث ماتشات. عشان هم بيلعبوا بيها فاحنا عارفين الحلول بتاعتها او كده، فكان دايما في مساحات على الاطراف، وده اللي ربنا كرم يعني بيه الحمد لله. كادنا كانت قويه جدا، الناس كلها حاطه ايديها على قلبها اول ما شافت اكرم الحقيقه برجولته وباصراره الكبير، لكن طمنا عليك دكتور احمد ابو عبله، قال لك ايه وطمنا عليك؟ لا لا الحمد لله انا زي الفل، يمكن بس شويه مش عارفه اتنفس يعني كويس، لكن الحمد لله انا زي الفل، والحمد لله ان ربنا عدى على سلام يعني الحمد لله. طول عليك، لكن اخد منك كلمه لكل جمهورنا اللي بيساند وبيدعم ولسه منتظرين منهم الفتره اللي جايه ان شاء الله مسانده لاكرم ولكل لعيبه النادي الاهلي. طبعا يعني احنا هقولها لك تاني، احنا بنموت نفسنا عشان خاطرهم، ودايما هم في ظهرنا والدعم واضح، فان شاء الله مش نخذلهم، وباذن الله نحاول ونقاتل على البطوله، بطوله الدوري والبطولات الثانيه، وان شاء الله يعني ما نخذلهمش يعني الفتره الجايه. حبيبي يا كوكو. شكرا. اكيد بنشكر واحد من النجوم وواحد من اصحاب الشخصيات الرائعه اللي يمكن روح الفانيله الحمراء وشخصيه النادي الاهلي كل الامور دي الحقيقه في اكرم توفيق. يمكن زي ما انت شايف يا كابتن ايمن مش قادر يتكلم شويه، هو من الكدمه القويه زي ما تابعنا وشفنا كانت كدمه قويه جدا الحقيقه، لكن الحمد لله اطمنا عليه، وبنتمنى ان شاء الله كل اللعيبه يا رب بدر واكرم وكل اللعيبه اللي خرجت فيها شك في بعض الاصابات ان شاء الله باذن الله ما تطولش معاه، ويا رب ان شاء الله يتالق اكرم وكل اللاعبين وايضا كمان الجهاز الفني في اختياراته وادائه الفتره القادمه وتحديدا مباراه غزل المحله ان شاء الله باذن الله. رغم تغيير الملعب والمناخ والجو وتوقيت المباراه يكون مختلف، لكن ثقتنا كبيره جدا في كل اللعيبه، ونقدر ان شاء الله باذن الله نحصد 3 نقاط المحله ثم 3 نقاط سموحه، ويكون لحدث حديث بعد توقف الدوري خلال الفتره القادمه. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. كابتن عادل، يمكن اكرم توفيق من نجوم الاهلي في كل مباراه، بيلعب روح عاليه جدا. يمكن لو معانا ارقامه على الشاشه يا ريت تنزل. ف هو بيأدي بإخلاص وبتفاني في الملعب بصورة كبيرة جدا 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 كعادة لعيبة النادي الأهلي. شوف، هو جمهور النادي الأهلي بيحب المخلص أو بيحب الحماسي. معنا أرقامه يا كابتن. هو لعيب حماسي ولعيب قوة. تمريرات صحيحة 59 من 69. وبعدين اتحسن كتير قوي. نسبة تمريراته 86%، كل ماتش بيعلى عن التاني. لا هو اتحسن كمان لأنه ما كانش مقتنع بحتة الباك رايت هو نفسه. عشان تعرف في البداية بتاعته. كان بيلعب باك رايت طوارئ، دلوقتي بقى لعيب اساسي. استخلاص الكره 8 مراوغات، حتى 3 من 5، زي بالرغم ان انت بتقول ان هو ما كانش مقتنع بمركز الظهير الايمن. بص يا كابتن، هو اصلا اكرم طول عمره ديفندر، فلما راح كمان الاعاره ودي افادته كتير قوي، كان ديفندر، وبعدين لما رجع لعب الباك رايت طوارئ. محمد هنتعور فلعب اضطراري، هو ما كانش يعني مقتنع بيها كأي لعيب بيلعب مكان تاني، هو لقى نفسه فيها ليه؟ واللي خلاه يقدر ينفذ فيها لأنه عنده حاجتين تناسب اللعيب اللي في المكان ده. الروح العالية كويس، الانقضاض الكويس. كان الأول بيدافع بس، بدأ دلوقتي يهاجم، بدأ دلوقتي يلعب. خليني أقف معاك في النقطة دي. يعني أحيانا يعني متهور شوية. لا 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 سيبك من التهور. أنا كلعيب مثلا، انت بتلعب راس حربه، كابتن بلال مثلا بيلعب راس حرب، فقالوا له هتلعب في نص الملعب مثلا ناحيه اليمين، كويس، انا ممكن اكون لا مش مقتنع بالحته دي. ولكن اللي يحسب لاكرم توفيق ان لما اتقال له العب في المكان دوت مفيش مشكله بالنسبه لي. ما هي يا كابتن، هو واجت فيه. هو دلوقتي احنا عارفين طول عمرنا ان لعيب النادي الاهلي مثلا لما بيكون متواجد في فرقه وما بيلعبش فيقول له انك انت تلعب في المكان ده، فبتجري تلعب. ليه؟ كلنا لعبنا كذا مكان، انا لعبت كل اماكن الملعب في النادي، كابتن اسامه لعب اماكن كتير قوي. بس يعني كان مميز ناحيه الشمال مثلا. ايوه بس لعب برضو ديفندر، ولعب ناحيه اليمين لما لعب هاف باك ناحيه اليمين احيانا،
في ماتشات لعبها كده. طلعت ديفندر قبل كده يا اسامه؟ اه طبعا اخر سنتين ثلاثه كنت بلعب ديفندر، كان الراجل ونتيجتنا كانت كويسه، كسبنا على طول. هولمان هولمان وتسوبل كانوا بيلعبوا بنفس الطريقه دي على فكره. والله بنلعب بس واحد وراسين حرب، يعني خمسه 3-2 واحد ورا راسين الحرب. زي ما كان فايسا بيلعب وزي ما ولعب باك ليفت. ولعب باك ليفت كتير، لعب ماتش كوتوكو باك ليفت، ماتش فاينل افريقيا. حتى ساعتها انا فاكر ده كان الكلام ده كان من 80 سنه ولا 70 سنه حاجه، صح ولا قد ايه؟ طب اقول لك يا كابتن عادل، استاذنك هنرجع لك تاني، استاذنك بس نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر موسيماني قال ايه بعد المباراه. ماشي. حد يسال مين فتحي؟ اوكي تمام فندم، مين بيسال حضرتك؟ مش هو جه لمين هيسال سؤال؟ انا مش اوكي فندم. حضرتك اتفضل فندم، اتفضل فندم. كابتن موسيماني، كابتن موسيماني، اول مبروك على الفوز طبعا. كونجراتوليشن فور ذا سكري بونس اند فور ذا وينينج، اتس فيري امبورتنت بوينتس فور ذا تيم. كان واضح النهارده ان اللعيبه الدوليه في المنتخبات بس تاع وفي جنوب افريقيا، انترناشونال بلايرز ويل جوين ذا ناشونال تيمز، منتخب مصر ناشونال تيم ايفن بيرسيتال وعلي معلول. هي واز نوت اوت اوف ذا ستاندرد تايم، وده اثر طبعا واضح بشكل كبير على المستوى ده فور ذا تيم فور ذا كولكتيف بيكوز تيم بيكوز واز نوت ان جود نوت فيت تو بلاي ذا جيم. هل كان في فرصه ان حضرتك تقدر تجيب اوبورتيونيتي تو جيف تو ذا اوبورتيونيتي تو اذر بلايرز ان بارتيسيبيت انستيد تو بلاي تو شو ذا تو اوبورتيونيتي تو شو ذا انستيد اوف ذا بلايرز انستيد اوف ذا بلايرز كيف انت فينيش؟ خلصت السؤال حقيقي؟ اتفضل. السلام عليكم. هو سؤال بس عشان محدش سمع، بيقول لعيبه اللعيبه الدوليين سواء المصريين او غير المصريين زي بنون وعلي معلول كان مستواهم بعيد عن المستوى اللي احنا عارفينه، فكان في دي فرصه كان ممكن تدي اللعيبه اللي هم البدلاء او اللي ما بيشاركوش بشكل دوري يلعبوا عشان ممكن يثبتوا نفسهم وتريح اللعيبه الدوليين، مش ده سؤال حياتك؟ شناوي، اكرم، بدر بنون، ايمن اشرف، حمدي، ديان، شريف، أفشا، باسي داو، the whole team. الفرقة كلها دولي. إذا بحاجة شوف كم اسم قالهم لك. They went to play two games. راحوا لعبوا ماتشين مع منتخباتهم. سمعني إجابة لحاجة. تفضل. Allow me to speak. You ask me a question. سألت سؤال اسمح لي أرد عليك بعد إذنك. Sorry. تمام. It's normal. You have a drop a little bit on the game. We dominated the game. طبعاً كان بينزل المستوى نزل شوية في الماتش، بس إحنا استحوذنا استحواذ كامل على المباراة من البداية. Yes, we didn't have the full energies, but we dominated the game. ما كانش في طاقة كاملة أنت تلعب المباراة زي ما حضرتك قلت. We just did not take our chances. بس استحوذنا وإحنا كنا متسيدين. Even in the second half, we had many chances. بس ما ترجمناش الفرص اللي جات لنا اللي حط لنا الأهداف، حتى في الشوط الثاني كان عندنا أهداف ما ترجمناش الأهداف. بقى عندنا فرص ما ترجمناش الأهداف. But normally games like this. لكن في العادي مباراة زي دي. After a big win against Zamalek. بعد فوز كبير زي اللي حققناه قدام الزمالك عادة في الطبيعي ما كناش بنكسب الماتشات اللي هي بعد الانتصارات الكبيرة. So I'm happy we won this game. فأنا سعيد إن احنا كسبنا الماتش ده. It was a difficult match. كان ماتش صعب طبعا. You play against a fresh team. لعبنا فريق فايق قدامنا، فريق مولين. We don't fresh. احنا ما كناش فايقين. But also you always have to put your best players on the pitch. بس لازم طبعا كده أحسن لعيبة عندك تلعب بيها، ما ينفعش تلعب لعيبة. You are right that maybe we can just easily can refresh a team, but you don't easily do it. هو طبعا زي ما حضرتك قلت عندك حق، كان ممكن فرصه يدي لعيبه الناس تانية تكون اصلا مريحه، بس مش سهل نعمل ده. It's easy to speak after the match. سهل نتكلم بعد المباراه، لكن قبل المباراه صعب تاخد قرار زي ده. That's right. Thank you كابتن. في حد عنده سؤال؟ اتفضل اتفضل. لا مش سامح حضرتك تنزل ماسك اتفضل. كنت جيت الفوز بينك في تسيب بوينتس. دايما حمدي فتحي بس سكيلز حمدي فتحي. He's a one important player in your squad. The getting red card tonight, it will affect for the next games, or will change the shape of the team. How do you deal with that? No. سؤال حياتك إن حمدي فتحي لعيب مؤثر للفريق وطرده النهاردة يا ترى هيأثر على حساباتك الماتشات الجاية وشكل الفريق؟ We're losing an important player, multifunctional. We put in third center back. We went to four at the back. We played him left center back.
بنلعب طبعا لعيب بيلعب كذا دور, بيلعبوا سيرف دي باك وبيلعبوا في اي حته, بنلعب في كذا مكان يعني ليه ليه كذا دور لعيب لعيب متعدد الادوار in the three midfielders today with سولايا, ولعب النهارده حتى لعب كديفندر كان ثالث ارتكاز ثالث مع بوشن تو جو فورورد عشان كنا بنحاول نزق ونطلع لقدام. يس يو لوزينج اني امبورتنت بلاير, طبعا خسرنا لعيب مهم جدا بالكارت الاحمر خده, بس وي كانوت بي ميكينج اكسكيوزز وي هاف اذر بلايرز, بس ممكن شويه ده عذر بالنسبه لنا الماتشات الجايه لانديه لعيبه ثانيين. اوكي ادانسا ازاي اخر سؤال خلاص. شكرا كابتن عادل, كنا بنتكلم قبل اللقاء ومش كابتن عادل لا ما خلص ما خلص لا 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 احنا وصلنا احنا وصلنا خد كلمه سنه بتوع ماتش كتوك طيب خلاص خد كلمه كتير خد كلمه اتفضل يا كابتن. كنت عايز اكلمك على حاجه التدريب مدارس. طبعا من ضمن المدارس التدريبيه عشان في ناس يعني بعد ماتش الزمالك قالت لك الاهلي ازاي ياخد 3 اهداف في مباراه واحده, وكان في يعني بعض السرحان او بعض القصور في الشوط الثاني فادى ان مرماي يخش فيه 3 اهداف. في مدرسه في التدريب بتقول لك مش مشكله يخش فيا جول واثنين وثلاثه, انما انا اجيب كام؟ 5 6. والمدرسه دي احنا عشرناها او عشناها شويه مع مستر فايتس. تمام, فايه رأي, هل انت مع المقوله ديت ولا المقوله اللي بتقول يعني انت لو جبت جول تحافظ عليه تجيب الثاني بس المهم ما يخشش فيك حاجه؟ ما احنا برده في نفس النادي الاهلي برده كانت مع فيصل نجيب اجوان كتير ويدخل فينا اللي هم عايزين, بس نجيب مع مدرب اخر كنا بنكسب 1-0 وبنحافظ, كان ألان هارس وممكن 2-0 وبنحافظ. واللي بدع المدرسه دي اللي هي بتاعت التهديف هيدخل فيا كام واجيب كام, ده كان تيلي سانتانا البرازيل كاس عالم 82 لما قال انا يدخل فيا جون ولا 2 ولا 3 انا اجيب 10. ده سانتانا اللي قال الكلام ده زمان يا كابتن. لا زمان ايام ما كان الناس بتلعب لا الثقافه, ما هو دلوقتي موسيماني من ثقافته انه يهاجم. اقول لك ليه؟ احنا اتكلمنا من امتى, كام اسبوع كام المباراه اللي قبل اللي فاتت بتاعه الزمالك البنك, كنا اتكلمنا على ان فيها ايه لما احنا ننكمش شويه لما النتيجه تبقى معانا تلعب على المساحات والعب على المساحات. انا اقول لك حاجه, انا زعلت جدا من كره حمدي فتحي اللي اتطرد فيها. ليه؟ بغض النظر عن طرد ولا مش طرد, انا مش دعوه بالتحكيم. عارف انا زعلت ليه؟ لانك انت في الدقيقه 99 والنادي الاهلي كسبان 1-0 وعايزين نطلع بالمباراه كده, يجي عليك هجمه مرتده بالشكل ده. ما ينفعش كده, ينفع انك انت تحافظ على مرماك. قصدك كان ممكن يضيع يا كابتن, يعني الكره دي لو كان سبق اكتر كان حصل ايه؟ فالمدرسه الافضل في الوقت الحالي في كره القدم انك انت تنزل لنص الملعب وتلعب على المرتده حتى لو النتيجه 0-0. هو انا لما العالم كله بيلعب ماشي كده. هو انا لما ابقى مدير فني وبقول التصريح دوت هل بقوله لان انا عارف امكانيات لعيبتي ولا دي فلسفتي في التدريب؟ لا, هو بص, هو احيانا النادي بيأثر عليه, هو بيدرب النادي الاهلي. عندك كلام هو كابتن بلال بس هو يعني بيدرب النادي الاهلي. ارد عليه بس وعنده وجهه نظر, انا عارف ان كلمتك بس انا ان طول الوقت يعني ان طول الوقت هو عنده فكره ان طول الوقت النادي الاهلي ما ينفعش انه يدافع, واي مدرب بيمسك النادي الاهلي بيعمل كده. ولكن خلاص يعني احيانا اخرج من المباراه باللي انت عايزه من طريقه التكتيك بتاعك, وري الناس انك انت منه الجزئ. احيانا كان بيقول للناس هاجموني وكان بينزل يقف تحت علشان الناس تهاجم. يعني المقاولين العربي كابتن ايمن الشوط الاولاني والثاني ما طلعش من ال 10 متر او ال 20 متر اللي ورا. الفلسفه بتاعت الكابتن عماد النحاس ما اتغيرتش غير بعد ما دخل في جول بس. وده اللي بنقوله يا كابتن اسامه. اتفضل. يعني رأيي أنا في موضوع اللي هو أنت المدارس بتقول عليها, أنه في فرق بين ما يكون مدرب ميوله الهجومية أكتر وفي مدرب ميوله الدفاعية أكتر, دي ماشي ماشي, لكن ما فيش حاجة اسمها بقى في الكورة دلوقتي أنها تقول إيه أنا ما يهمنيش يخش فيها جون واثنين وثلاثة وأنا هجيب 5 و6 و7. أولا أنت مش عارف أنك هجيب 5 و6 و7, دي مش هتتحقق معاك في كل مباراة, دي واحدة. ثانيا
انت ماسك مين وبتلعب مين. ما دي نقطه كمان ثانيه، لما انا اكون ماسك مثلا بايرن ميونخ او النادي الاهلي بتاع، اذا على افتراض انا بتكلم على مستوى الفرقه دي وامكانياتها في الدوري بتاعها، لو على افتراض ان عندي الامكانيات دي ان انا اقول كده مع الفرقه دي، ورغم ذلك مش هتتحقق، بس انا بقول لك لو مع افتراض على ان انا مع المستوى ده اللي انا ماسكه اقول كده. طب انا لو ماسك فرقه في نص الجدول او هقول ازاي؟ هقول هاجم ويخش فيها خمسه واجيب سبعه ثمانيه، مش كوره كده. انا بقول اكيد هو لما بيجي يقول الكلام دوت يبقى هو واثق في امكانيات لعيبته، عارف امكانيات لعيبته، وبناء عليه قال هذا التصريح. ماشي، بس هو دلوقتي حتى لو حد بيقول كده اي حد، انا مش مقتنع، لانه دلوقتي انت شفت الكره العالميه كلها في العالم كله، انت لو ما عندكش تنظيم دفاعي جيد مش معنى كده ان انت ما بتهاجمش، لا، انت تلعب كره هجوميه وتجيب اجوان وكل الكلام ده، بس لازم يكون منظم دفاعيا، لانه لو مش منظم دفاعيا كتير جدا تتخطف بجوان. بس ما زلنا حتى الان يا كابتن اسامه بنشوف الكلام ده في الدوري الالماني. الدوري الايه؟ الالماني 6 و7 بايرن ميونخ ماشي. ماشي بنشوف ماتشات كتير كمان في الدوري الالماني. ماشي هي فلسفه إيه؟ واحنا بنتكلم انا اتكلمت عن مستر فايتس. انا قلت لك ايه؟ بايرن ميونخ بيلعب في الدوري الالماني في مستويات معينه، لكن لو هفترض ان بايرن ميونخ هينتقل ببايرن ميونخ في الدوري الانجليزي مش هيقول هذا الكلام، مش هيقدر يقول ان انا هلعب اكسب 6 و7 ويخش فيها 5. مش كده، ما بيخشش فيه 5 يا كابتن. ماشي بيخش، ما بيخشش ولا في 6 3. هو لما كسب برشلونه كسب 8 2 ولما كسب كان كسب اعتقد 7 وهو خسر 6 يعني في الدوري. لا خسر في الدوري يا كابتن، خمسة في الكاس. في الكاس، في الكاس، خمسة في الكاس، ستة في الكاس. لا خسر خمسة في الكاس، وما كانش كان نوير واقف جول يعني. كان بيلعب بلال ماتش برشلونة ده، او ماتش اللي هو يكون على مستوى فرقة ايكوال يعني ايكوال ماشي، ممكن هتتعمل مرة، لكن هو مش كل مرة هيلعب برشلونة يكسب 8. بس هو قال كده علشان مكسب الزمالك والاسماعيلي 5 و4 يا كابتن يعني. يعني هو برضو لا يعني هو السنة دي لما لقى حتة الهجومية كسبان الاسماعيلي في أول الدوري 4 وبعدين كسبان الخامس الزمالك، ما هو يقول كده انا اجيب اجوان كتير والمفروض ان انا كابتن. بس انت كسبت البنك واحد. ايوه ما انا عارف، النهارده نفس النتيجه بنفس الصعوبه. ليه؟ علشان الاسماعيلي والزمالك كانوا بيلعبوا كره مفتوحه. صحيح، ما هو ده اللي البنك نقوله. والمقاولين العرب واقفين ورا. صح، يجب ان يبقى في طريقتين، في فرق العبها على اني اهاجم اقوى وفي فرق تانية انزل. طبيعي، ما هو طبيعي انت كاهلي او بايرن ميونخ او برشلونه او ريال مدريد في مع المستويات اللي بتلعب فيها انك انت هجومك هيبقى اكتر، ولكن لازم يبقى في تنظيم دفاعي كمان. ما هو انت ما بتلعبش نفسك في الكره الحديثه، ممكن جدا تتخطف في ماتشات يروح منك الدوري. صحيح. وبعدين خلي بالك بقى، في دوري مختلف عن دوري. بمعنى ايه؟ الدوري الانجليزي عادي جدا انك انت ممكن تتغلب 5 و6 و7 مرات وتاخد الدوري. في الدوري المصري والدوري الالماني مفيش كده، يعني الدوري المصري بالذات لو اتغلبت 3 4 مرات ممكن يضيع الدوري منك 90% هيضيع منك. انت كم مره النادي الاهلي خد الدوري بدون هزيمه؟ كم مره النادي الاهلي خد اتعادل مره او مرتين طول الدوري؟ كم مره الزمالك او الاهلي في دوريات يبقى الاهلي اتغلب مره او مرتين والزمالك اتغلب مره ومرتين وواحد فيهم ياخد الدوري بالعافيه؟ لكن الدوري المصري ما فيش حاجه اسمها تتغلب 5 و6 و7 مرات وعمرها حصلت الاهلي بس خد 8 9 مرات. مش هينفع تتغلب 5 6 مرات لان المنافس مش يعني المنافسين مش بقوه الدوري الانجليزي. ما هو ده اللي انا بقوله، ان في دوريات. ما انا اللي انا اقصد ان في دوريات. بص منافسه مختلفه طبعا. بص مره كان مستر مانويل جوزيه الله يمسيه بالخير في اول سنه ليه اللي هي 2001 خلاص، هو متعود الدوري الانجليزي ممكن فرقه تخسر 6 7 8 مرات وياخد الدوري، الدوري الاسباني كذا، الدوري البرتغالي كذا. فمره كانت في مناقشه وانا قلت له الكلمه دي، قلت له يا مستر مانويل معلش الدوري المصري مش زي الدوري الانجليزي ولا الدوري بتاعي، احنا ممكن نتغلب مره واحده يدي على الدوري او مرتين يروح الدوري. وحصلت معانا وحصلت مع الزمالك وحصلت مع الاسماعيلي. السنه اللي احنا تعادلنا فيها 4-4 بتاعه الاسماعيلي وخدوا، احنا خسرنا كم مره اصلا في الدوري اللي هي بتاعه 2001 دي؟
مش بس الايام دي بنفقد بنات كتير يا كابتن. لا ممكن تعادلات. لا أنا بس هو زي ما قال الكابتن بلال برضو خلي بالك المنافس بيفرق. بص لحظه يا كابتن, المنافس بيفرق طبعا. لحظه يا كابتن, 111 بنت في الدوري. ايوه 37 اسبوع. ايوه كابتن, النادي الاهلي عمره ما فتنش الدوري ب 90 فاهم, بقى له فتره اخر اربع خمس سنين نقاط كتير عمره. يعني انت فاقد, انت عمرك ما جبت 90, اقصى حاجه جبتها لكام؟ ممكن ال 82 الاحصائيات ممكن يجيبوها لنا, او 83 بالكتير. يعني انت بتخسر حوالي مثلا ادي 22 23 بونت. النادي الاهلي مره في الدور الاولاني الدوري اللي خدناه قبل الدوري اللي هو كان مع اجيري بتهيألي, لا مع اجيري اللي هو كنا متاخرين فيه, النادي الاهلي خسر في الدور الاولاني انا فاكر كويس 21 بونت. الدور الثاني خسر 4 بونت فقط. نادي الزمالك اللي خدناه منه الدوري كان خسران في الدور الاولاني 6 بونت, خسر في الدور الثاني 32 بونت. صحيح, فانت خدت الدوري. ما دي احصائيات لازم ناخد بالحسبان فيها. مظبوط, لان هو فعلا ما فيش فرق بتعطل البطل ولا بتعطل, يعني انت ما تعملش رهانك على فرقه ممكن تعطلك المنافس. صحيح, ما فيش الكلام ده, علشان الدوري المصري ما فيهوش دربيات كتير. صحيح, الدوري المصري دوري فيه فرقتين بيلعبوا اهلي وزمالك, لعبوا بعض ماتشين في السنه. وعشان كده لما جينا نتكلم على الدوريات اللي فيها 5 و6 دربيات في الدوري, يعني معناها 37 مباراه او 38 مباراه في الدوري ديربي, ده الدوري القوي. علشان كده الاهلي والزمالك هو اللي بيتصدروا. الاهلي كل 10 سنين ياخدهم ورا بعض, والزمالك كل 10 سنين ياخد مره, او كل 7 8 سنين ياخد مره, الاسماعيلي كل 20 سنه ياخد مره. فهو الدوري كده بتاعنا. يعني عموما مكملين اكيد مع نجومنا الكبار, ولكن تعالوا نروح لزميلنا محمد توفيق ملعب المباراه ولقاء مع الكابتن محمد طلعت لاعب المقاولين العرب. مساء الخير كابتن ايمن, الف مبروك لحضرتك ولضيوفك الكرام ولكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. فوز جديد وثلاث نقاط جديده يتربع بهم النادي الاهلي على قمه الدوري بعد مباراه كبيره امام فريق عنيد, فريق المقاولون العرب 1-0. يعني بعد انتهاء المباراه سالنا يكون معنا محمد طلعت لاعب النادي الاهلي السابق والمقاولين الحالي. يعني محمد, يمكن سمه مباراه الاهلي والمقاولين اخر سنتين مباراه قويه جدا, السكور قريب, لكن النهارده اعتقد النادي الاهلي تفوق وكان ليه الغلبه, ممكن في فرص كتير قوي ضاعت. اولا الحمد لله رب العالمين على النتيجه طبعا, احب اشكر اللعيبه والجهاز الفني. اللعيبه كانوا رجاله جدا في الملعب, ادوا كل واحد ادى دوره على اكمل وجه. النتيجه طبعا دي التوفيق عند ربنا سبحانه وتعالى, لكن ما حدش قصر في الملعب. نادي الاهلي طبعا نادي كبير, اكبر نادي في افريقيا طبعا. كل التوفيق للي جاي ان شاء الله, الف مبروك على الثلاث نقط. بتلعب النادي الاهلي طبعا لكل الاحترام وكل التقدير, مش بس النادي الاهلي طبعا, انديه مصر كلها. فمباراه النهارده كان ليها بتبقى واخده طبع حماس, طبعا التركيز بيبقى اعلى عند اللعيبه في مصر كلها لما تكون بتلعب قدام النادي الاهلي او نادي الزمالك. الحمد لله طبعا النتيجه, لكن زي ما النادي الاهلي وصل والنادي الاهلي ضيع, والنادي الاهلي كان مستحوذ بعض في معظم اوقات المباراه, لكن احنا رحنا وضيعنا. وان شاء الله نحاول الفتره اللي جايه ان احنا نشتغل على كده وناخد الحاجات الايجابيه من مباراه النهارده ان شاء الله, ونشتغل عليها لان احنا عندنا مباراه مهمه جدا بعد 3 ايام مع الاسماعيلي. نادي كبير, نادي محترم, عنده لعيبه كبيره جدا, عنده لعيبه منتخبات طبعا, ما لهاش اي علاقه بالنتيجه او سوء النتائج او سوء بداية, لكن ده ما يقللش خالص من احترام النادي الاسماعيلي او وجود النادي الاسماعيلي. احنا النهارده بنقفل صفحه النهارده ومفكر في اللي جاي, وبنتمنى النادي الاهلي طبعا كل التوفيق في الدوري وفي افريقيا ان شاء الله, ونتمنى التوفيق ليا ولزمايلي ان شاء الله في النهائي. يعني انت نزلت بديل كابتن عماد, اهم التعليمات اللي قالها لك وانت نازل, وكان بيتكلم معاكم في ايه بين الشوطين خاصه وانت طالعين متعلقين؟ خالص بالعكس, كابتن عماد بين الشوطين كان, انا كنت بسخن ما كنتش موجود حقيقة في الاوضه, لكن وانا نازل كان طبعا احنا كل تركيزنا ان احنا عاوزين نوصل, عاوزين نجيب التعادل, عاوزين نطلع بنقطه لو ما كناش طلعنا بمكسب. ودوت حاجه كويسه ان انت تبقى عندك طموح ان المكسب, وانك انت عندك غريزه المكسب, مش ان انت مكتفي ب1-0 او ان انت مكتفي انك انت خسران بنتيجه زي كبيره او صغيره. لا, احنا كنت نازل عاوز ان احنا نتعادل, كنت باخد تعليمات ان انا اهاجم طبعا, وان انا اهدد, وان انا اوصل للجول, لان احنا عاوزين التعادل نطلع بنقطه, وان انا كمان اكون يعني بسند زمايلي في الجنب الشمال اللي عندنا اليمين عند الاهلي. لكن الحمد لله, شكرا كابتن, نتمنى لكم التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا كابتن محمد, شكرا جدا, كل التوفيق ان شاء الله. كابتن ايمن, دقق لقائنا مع محمد طلعت نجم نادي المقاولين بعد انتهاء المباراه. مستمرين وتغطيتنا لمباراه النادي الاهلي والمقاولين بعد فوز النادي الاهلي, ويا رب دايما انتصارات وثلاث نقاط جديده يتربع بهم النادي الاهلي على المقدمه. الكلمه يا كابتن ايمن, اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار, ارجوكم انتظرونا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن بلال، يمكن واحنا بنتكلم في موضوع الفلسفه بالنسبه لبعض المدربين، كنت انت يعني عايز تتكلم وتقول حاجه، وبعدين قلت كابتن اسامه عربي قول انت رايك وانا هتكلم في الاخر. لا، بتكلم على الفلسفه بتاعت انك تخسر، يعني يجي فيك اجوان وانت تجيب اكتر. ايوه، ده كان زمان في السبعينات، ايام كان كل واحد بيقف في مترين، عارف، بيلعب في كده في 5 متر كده، عارف، 5 متر رايح 5 متر جاي. انت بتتكلم على طرق اللعب اختلفت، طرق اللعب اختلفت، اه، ومعدل الجري اختلف، معدل اللياقه البدنيه اختلفت، كان في بس مهاره فقط لا غير. ما كانش الاهتمام بالتكتيك قوي قد ما كان اهتمام بمهاره اللعيب وقدرته على المراوغه والحرفنه، وازاي عارف الستايل، يعني اه بالظبط كده، الستايلات في الملعب، ازاي بينطق، ازاي بيحط الكره على صدره، وازاي بيجيب جول. يعني انا شفت جوان في الثمانينات مثلا، يعني يستلم الكره على صدره ويحطها على الارض ويبص على الجول، وبعدين يحط الكره كده براحه على مهل. الكلام ده مش موجود في الوقت الحالي خالص، مفيش حد هيديك الفرصه، لا، الموضوع بقى اصبح منتهي. ففكره ان انت بقى يجي فيك جوان وتجيب اكتر، دي فكره اعتقد يعني جرى عليها الزمن، يعني مش موجوده في الوقت الحالي. دلوقتي المنظم دفاعيا ده اللي حظوظه في المكسب اكتر من وجهه نظري. اللي عنده تنظيم دفاعي جيد ده اللي عنده حظوظ اكتر في المكسب. دافع كويس ممكن تكسب. بالظبط. لكن النهارده انا يعني هاجم ست لعيبه واسيب الخط دفاع، لا خلاص. طب ما انت زي يعني انا هقول لك الحاجه، النهارده كان وقت من الاوقات المقاولين كان ممكن يتعادل. مظبوط، انفراد اخر مباراه، انفراد صريح، وبعدين كره فاول من على ال 18 كانت ممكن تيجي هدف. فده مش معناه ان انت تبقى خطوطك مفتوحه عشان تجيب اجوال، ما انت ما قدرتش النهارده، كنت غير موفق في 5-6 كرات. وارد جدا سوء التوفيق. دي فلسفه الكابتن جوهر، تدافع كويس، تدافع كويس ممكن تكسب، بس لازم يكون برضو عندك هجوم. طبعا لازم يكون عندك هجوم كويس، يعني طبعا عشان البالانس، يعني فاهم قصدي، يعني أكيد. لازم يكون عندك برضو هجوم جيد يعني، بس لازم ادافع بشكل منظم مش كتر عدديه. يعني المقاولين النهارده كتر عدديه، لكن الاهلي له كان فرصه محققه اكتر من 5-6 فرص، اكتر من 4 فرص محققه النهارده الاهلي سجل هدف. كره اكرم توفيق اللي جت في العارضه، كره بدر بنون اللي بدماغه جت في العارضه، كره حمدي فتحي اللي حطها في وجت في ايد في ايد الجول، الكره بتاعت محمد شريف اللي خدها على صدره انفراد في اول الماتش، كره مجدي قفشه اللي من اللي جوه ال 18. يعني في 5 فرص للاهلي محققين بالرغم من الكثافه العدديه الكبيره للمقاولين. فالفكره مش فكره كثافه عدديه قد ما فكره تنظيم، انت بتتنظم ازاي، يعني انت منظم بتدافع بأني شكل بأني طريقه، تمام. انما عشان تكسب لازم ادافع كويس قوي. يعني الاهلي النهارده الشوط الثاني انت كسبان 1-0، ودي من الحاجات. بص يا كابتن، نقف هنا. بص انت بتقول ايه، مش شرط الزياده بالزبط. العدديه بس الكثافه الابص يعني صح. انت 10 من المقاولين العرب وسايبين بيرسي تاو لوحده، مظبوط، يعني باصه كده خلاص ممكن يعني يرجع فاروق مكانه الاول، رجع فاروق زي ما كان الاول. فاروق ما اعرفش يروح لكده لوحده اساسا. نعم كابتن، فاروق ما ولا ما اعرفش يروح كده اساسا. استني والله يا بلال، ما هو وائل اللي بص كابتن كوره تلعب، ما هو وائل عشان بيفهم كوره. ايوه كده بالظبط، بص ده الطبيعي، لكن فاروق عندوش طبيعي اساسا. فانت النهارده عندك كثافه عدديه. انا عايزك تجيب، لا رجعها تاني، رجعها تاني عشان عايز اشوف الفرق بين المسافه بين فاروقه وبين باسم علي الظهير الايمن. بص يا كابتن قد ايه، بس ثبتها هنا دي يعني انت بتتكلم مثلا عن 20 يارده مثلا على الاقل. على الاقل. طب بص يا بلال معلش، خد بالك، ولا باسم ماسك، بص يا بلال كابتن، ولا باسم ماسك 10 متر، اقول لك حاجه، ولا باسم ماسك، اقول لك حاجه، ولا فاروق ماسك. اتفضل، انا هخلي فاروقه مش غلطان وايه قلقان من محمد شريف ومغطي محمد سمير، ماشي. طب هما الاثنين اللي قدامه دول بيعملوا ايه؟ 23 بالظبط، احمد مجدي و دول عادل ساهر، اقرب اثنين دول عادل بيعملوا ايه؟ باصين للكور بس. ايوه عارف ليه بيتفرجوا على الكوره دايما؟ انا بقول لك كابتن مش شرط انك يكون عندك عدد كتير، ده معناه انت بتدافع كويس بالظبط في الوقت. ممكن يبقى عندي يعني احيانا زمان كانوا بيعملوا لنا تدريب 3 مهاجمين على 2 مدافعين. كابتن فاكر؟ طبعا. ومع ذلك كان المهاجمين بينجحوا ان هم يقطعوا الكوره، ليه؟ الوقفه الصح، امتى تدخل، امتى تضغط، تمام. انما النهارده انت بتتكلم في 10 ضد 4 لعيبه تقريبا من النادي الاهلي، ومع ذلك انت اللي بتستلم والمساحات عندك فاضيه. بص الكوره راحت فين في الاخر كمان، شريف انفراد. دي الكرة اللي انا بتكلم عليها محمد شريف، مظبوط، حطها. لا اقف هنا كمان، بص كمان يا كابتن المساحه ما بين فاروقه واللي جنبه كمان 16 متر. كابتن خارجين بره الخط الدفاعي بتاعه،
لا بص هم بص كل مره لا لعيبه المقاولين دايما دلوقتي المدافعين الاربعه اللي ورا في اي حته وساعات بيبقوا خمسه لو وقفتهم في اي لحظه في المباراه هتعد ما بين واحد لواحد هتلاقي نفس العدد ما بين الثاني للثالث عارف ليه يا كابتن عارف ليه عارف ليه يا كابتن بالعلامه بتتعلم لا خليك مثبت لنا الصوره دي عشان هنرجع لها خلي هو هم هنا بيعتمدوا على الكثره العدديه عارف الشوط الثاني كانوا منظمين اكتر من كده برغم ان هم كانوا بيهاجموا باكبر من كده لان كل واحد كان عنده تفاصيل في الملعب يعني كل واحد كان عارف ان دي ده المهام بتاعه مركزه فكل واحد كان ملتزم مظبوط هنا النهارده ممكن يبقى 10 فانا سايب للكابتن علاء فرصه ومديك انت فوق الكابتن عادل فرصه والكابتن اسامه فرصه وانت عارف 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 يا بلال اللي خلى الكوره دي راحت انفراد ايه اللعب مش مباشر ايوه الفرق اللي زي المقاولين اللي بتعمل زحمه دي طول ما انت بتلعب لعب مباشر هم شايفينك هم مفيش مشكله طب. اي لمسه بس فيها يعني فيها سرعه او فيها مفاجاه في الكلام على بلال دي بص الوقفه خلاص على كده انا عايزك تجيب لنا الكره من بدايتها وهنشوف المسافه ما بين فاروقه وباسم علي وبعد كده الكره لما راحت لشريف المسافه بين فاروقه والظهير الايسر نكمل ماشي بص المسافه قد ايه يا كابتن ده 20 متر كابتن بلال ده 20 19 متر اتكلم عن 19 متر خلي بالك البطل في الحالتين فاروقه بص تاني كمل نكملها نكمل بيرسي تاو استلم وما زالت الكرة في حوزة نادي الأهلي. بيغطي هنا ولا بيغطي كويس؟ مفيش تغطية سليمة. رجعت الكرة تاني، المفروض أنا بالتالي كخط الظهر بعدل من وضعي. بالعكس اللي حصل مفيش تعديل. نبص بص بقى بص هيلعبها ازاي ديانج وهيلعبها ازاي سولاي. بص المسافة ما بين تاني ما بين فاروقة وبين الظهير الأيسر 16 متر. لا بص صح. اللي طلع ده طلع على مين؟ محمد سمير. على محمد سمير كابتن. ليه طلع؟ محمد سمير. ده يا كابتن. بيحاول يقطع الهجمة ولكن راح متأخر. ده بص يا كابتن. هو أنت لما بتيجي تشتغل بالناحية الدفاعية ورا، أنت بتطلع ككتلة واحدة، لو بيطلع واحد بيدخل واحد مكانه. أيوه. بيرجع. زي حمدي فتحي لما بيدخل عندك ما بين السردباكين بتوعك. أيوه. لكن هنا خرج بوظ الخط الدفاعي كله. أيوه. بس. اتفضل يا كابتن فعايز اقول يا كابتن هي الفكره كلها في انك ازاي تبقى منظم دفاعيا يعني زي ما قلنا حتى الشوط الثاني كمان هم كانوا اكثر من وجهه نظري اكثر تنظيما يعني من الشوط الاول بشويه ليه لان خلاص كل واحد اعتمد على المهام بتاعته يعني انا فاروق كان ماسك مان كويس باسم علي كان ماسك بشكل كويس برغم ان هم كانوا بيهاجموا ساعتها يعني وكان عندهم فرص للهجوم اكتر من الشوط الاول بكتير جدا عشان كل واحد عنده تنظيم انما الفرق اللي زي كده باللعب اللي زي ده هو بيعتمد على الكثره بيعتمد على اللي جنبه يعني انا الكابتن علاء جنب متر مين اللي هياخد فينا انا ولا الكابتن علاء خلاص انا يا انا ياخد يا الكابتن علاء ياخد فاهم قصدي او احنا الثلاثه واقفين بص يا كابتن ده الكلام اللي انت بتقوله هو دلوقتي بيعتمد على الكثره في الزياده العدديه والكثافه العدديه في خط الدفاع قدام منطقه ال 18 بس هي الوقفه دي بتاعتهم دي كويس دي صح المره دي المره دي صح يعني باسم ضامم على شريف ولويس راجع مع الخطوط قريبه بين خط وسط والمدافعين يعني الوقفه ما تقدرش تقول دلوقتي ان هي سيئه فوقفه جيده عشان الكره من بعيد شويه كابتن يعني لو جريت الكره شويه وابتدت عينيهم تروح على الكره هتلاقي إن بيبتدي لما الكره بتتحرك من لعيبه النادي الاهلي هتبتدي تلاقي المشاكل عند فرقه الاهلي ودي واحده ثانيه برضه طب دي وقفه منتظمه ازاي لا منتظمه دي ازاي يا كابتن لا ما فيش مشكلة يعني لا مجرد ازاي ما تبقى منتظمة بالطريقة دي كده هو قصدي عادل ايه ان انت في ربع الملعب بتاعك ما تديش حد الاريحية ان هو يستلم براحته لا عادي ولكن هو خلي بالك تحرك ايجابي انا سبتني لا يعني انت سبتلي الملعب كله ونزلت تحت ما اقف بانتظام ليه هقول لك حاجة طب الوقفة دي ادي واحد ادي هم كام واحد ورا أربعة كل الفرقة يعني الكتلة دي كلها كام كلهم العشرة تحت تمام طب بص عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة مش مشتركين في الكرة بتوع الأهلي أي. حلو كل دول على بتوع الأهلي بص حد ممسوك فيهم حد واحد مقرب منه يعني الكرة دي لو راحت لبرستاو أهو واستلم بس المسافات مش كده مش بعيدة خلي بالك يا كابتن بعيدة المسافات مش كبيرة المسافات مش بعيدة يا كابتن مفيش حاجة اسمها يا كابتن المسافة نص متر ايوه نص متر اخلص لك الكوره انت فاهم بص يا كابتن يعني لو طب كملها طب خليني انا ما بتكلمش مان تو مان انا ما بتكلمش مان تو مان يا كابتن دلوقتي اهي هتتباص قول لي كله بيتفرج على الكوره كله جاي ماشي ما رجع يا كابتن مش لا اقول لك حاجه
اللي خلانا نقول كده ان هم واقفين الوقفه الحلوه. انت مضيع يجي 7-8 تجوان. لا ما بقولش انا لو جبت ال 7-8 تجوان من الوقفات الغلط اللي هم واقفينهم كان زمان النتيجه بقت كام. انا ما بتكلمش. بس انا عايز اقول لك حاجه النتيجه بقت كام. الكره دي يعني اللقطه دي وقفه طبيعيه. اللقطه دي يا اسامه او عادل في بدايه الماتش 8 في بدايه الماتش طبيعي انت المباراه بتركز وتقفل بدايه الماتش فاهمني. لكن مع الحركه وكده انت بتتوه. طبعا بص يا اسامه اسهل حاجه انك ترص لعيبتك في الكوره متشافه بقى ومراه. لكن قمه الدفاع ازاي دافع بقى وهي الكوره بتتحرك. هو ده اللي بيدافع صح. هو ده اللي انا بتكلم عليه. ده اللي بيدافع صح. يعني احنا بنتكلم على الكوره اللي كنا بنتكلم عليها قبلها اللي كان بيتكلم عليها بلال. هو ايه اللي خلى الوقفات كلها غلط؟ ان الكوره بتتحرك. ما اسهل لاي مدير فني لو درجه رابعه هعرف ارص لعيبتي واسامه ودافع. لكن هو ذكاء المدير الفني اللي بيلعب على النقطه دي ان كل شغله قبلها وهي كوره متحركه. بص يا كابتن علاء هنا زياده وده بيستلم فيه. لان في تحرك من لعيبه النادي الاهلي. لا عادل لحظه طبعاً. هنا زياده انا معاك يا كابتن علاء مهما حصل ان هو بيتحرك انت فاهمني. بس واحد يستلم من كل ده 1-2-3-4 واقفين. بص يا عادل ماشي في الدقيقه كام؟ 9 في الدقيقه يعني برضو لسه قريب لسه. لكن مع مرور الوقت مظبوط مع انت بتتحرك مع بذل مجهود الاخطاء بتبان. بس هو يعني الفرصه اللي كان بيتكلم عليها بلال عادل الكمال بتاع الشريف ليه؟ خطا. الكره اتحركت انت عامل زحمه هايل لكن مش ماسك حد والكره اتلعبت غير مباشره بقى محمد بس شريف. بس يحسب هات لنا الكره دي تاني. يحسب لعيبه النادي الاهلي في الكره ديت ان هي حتى بعد الكره ما ضاعت بعد 6 ثواني استخلصوا الكوره وبتجوا على المكسب. ده بقى الضغط على الميزه اللي انت عاملها بالظبط كده اللي احنا اتكلمنا عليها في الاستوديو في الاول. ايمن ايه 3-4-3 كمان عامل اسامه ميزتها في حاجه انت دايما ضغط الفريق المنافس والكره الثانيه بتاعتك بالظبط. وكانت في الشوط الثاني امتياز ليه؟ لان جانج عامل لك اللقطه دي هايل صح. فهي دي ميزه الطرق دي صح. لكن الرصه عايز زي ما اقول لك عادل الرص ارص كل اتنين يارد زي ما عادل بيقول هحط لعيب. لكن هو ذكائك انت وانت بتدافع مظبوط والكره تتحرك. بس احنا اخر كلمه اقولها بس احنا عندنا مشكله في حته رص اللعيبه. هو مش انك توقف اللعيبه وبس. الاهم من كده وانت بتدافع هتهاجم ازاي وانت بتهاجم هتدافع ازاي. طيب نروح كابتن عادل مقاولين النهارده هنروح لفاصل وبعدين نرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. ارجوكم انتظروا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء يمكن النهارده كان من ضمن الايجابيات الكرات الثابته للنادي الاهلي وطرق الاستفاده منها. ما ده سلاح من اسلحتك ويمكن الهدف جه من الكره الثابته. صحيح. مش كتير النهارده لكن يا ريت تجيب لنا الجول بتاع النادي الاهلي ونجيب الكرات الثابته اللي النادي الاهلي تميز فيها واجاد النهارده. الكره الثابته بتعتمد عليها يعني السلاح مهم بالنسبه له خصوصا علي معلومه بيعملها بشماله بتبقى خطر جدا. والهدف جه من كره ثابته. وفي كوره كمان ضاعت النهارده من حمدي فتحي اللي هو بس كان حظه الوحش ان هي جت في المكان اللي فيها طبعا رد فعل كويس قوي من سعود. لكن النهارده اللي كان يحسم النادي الاهلي التنوع في الهجمات. ادي الجول يا كابتن. ده الهدف بتاع حمدي هو مميز طبعا في ضربات الراس التوقيت عنده. نجيبها من البدايه وكره بتتلعب ونثبت الصوره. بس لا عايزك تثبت الصور عشان نشوف تحركات لعيبه النادي الاهلي الايجابيه. هو بص لو هو طبعا الكثافه طبعا كثافه لعيبه النادي الاهلي كتير جدا 5 وفي 2 ماسكين ال 18 ده اهم 2 بقى اللي ماسكين دايره ال 18 دول ايمن مظبوط دايما الكوره الثانيه علي معلول يعني عامله كوره جامده وفي حته صعبه يمكن ده قفشه واحمد عبد القادر اللي على حدود ال 18 صح؟ بالظبط لكن سيبك ابو السعود تقديره يعني بطيء شويه لكن يحسب لحمدي فتحي ارتقاء ممتاز وسابق ابو سعود يا دوب بس لمس الكوره هدف حلو قوي ويمكن على فكره حمدي مميز في في في, في الكور الثابته او في ضربات الراس على طول لكن اللي يحسب النادي الاهلي كمان ايمن في تنوع النهارده في الهجمات مزبوط. شكلك النهارده الهجومي لا انت شكل هجومي عشان كده انا كنت بقول لك انا اللي مضايقني اني على تنوعك الهجومي وشكل الهجومي ده النتيجه قليله قوي لان انت النهارده عملت كل حاجه في الحته الهجوميه بامتياز والحلوه طورتها على مدار الشوطين. الشوط الاول كنت بتلعب بشكل الشوط الثاني لا انت مطور الحته الهجوميه قوي وضغط عامل ضغط كويس قوي لكن كان نفسي يطلع اكتر من كده. احنا 1-0 ما حد اسمه 1-0 وكان عادل او اسامه بيتكلموا على ان انت في اخر ثانيه قريب يعني انت في اخر دقيقه وكنت عليك فاول وكان ممكن يحصل اي حاجه. لا بالعكس انت اون سايد جيم تقريبا
تقول يعني النتيجه قريبه، لكن لو اتفرجت على المباراه ومجريات المباراه وشكلك الهجومي في الشوط الثاني، خصوصا الشوط الثاني كمان، ان عجبني قوي التنوع الهجومي. ودي كوره بدر برده اللي في العرض، دي هجمه يعني، دي هجمه كره ثابته، كره ثابته ثانيه برده يعني. ما انا بقول لك انت ميزه عندك يعني بتستفيد بالكور الثابته كويس قوي، عندك بدر بنونه، عندك حمدي حسين شحات لما نزل بقول لك جنب اليمين هو واكرم كانت جابها ممتازه يعني، شويه لعبهم كان عمل شغل كويس جدا. بص انت طول تقريبا طول الشوط الثاني انت في المنطقه دي، مزبوط. يعني انت متخيل طول الشوط الثاني في المنطقه دي، لكن في الاخر 1-0 بس، لكن لا شكلك بشكلك يعني شكلك حلو، شكل الجون بتاعك كويس. هنا طبعا تالق الشناوي ده ميزه لما يبقى عندك حارس مرمى كبير زي الشناوي يطمنك. يعني ممكن تغلط على فكره، ما انت مش هتلعب 90 دقيقه طبعًا. من غير ما تغلط او الفريق الثاني مش هيعمل عليك حاجه طبعا اكيد، لكن لما يوصل وبقى عندك حارس مرمى بالكفاءه دي صح. طبعا هي دي ميزه الانديه الكبيره، وطبعا ما فيش اكبر من النادي الاهلي. دي فرصه كمان كانت ممكن تيجي هدف، مظبوط. فبص تنوع كتير صح. لكن لو انت لاحظت ايمن شويه حتى الاسره بتاعتنا الجميله جابتهم كلهم من جنب اليمين، كل الهجمات اللي احنا بنتفرج عليها دي كلها من الجنب اللي فيه اكرم وحسين الشحات، لان جابها اتفتحت ناحيه اليمين ممتازه، وكانت تغييره كويسه من موسيماني ان هو يغير بيرسي تاو بحسين، لان حسين بدا في الجنب ده. بص كلها من ناحيه اليمين تقريبا، ما جتش ناحيه الشمال خالص، لان هو تقريبا المقاولين كان قافل لك ناحيه الشمال، لان هو والحلول كانت من ناحيه اليمين، هو تركيزه كله علي معلول. فذكاء على فكره مدير فني طبعا، انت عايز تقفل على معلول، علي معلول اتفضل، ادي علي معلول، لكن انا عندي جبهه ثانيه هقدر اشتغل فيها، ودي برده ميزه تحسب للنادي الاهلي وتنوع لعيبته، انك مش عشان عندك بس جبهه واحده تتمسك يبقى انت خلاص، لا، لكن حته التنوع في الشوط الثاني كانت بامتياز بصراحه. صحيح كابتن اسامه، الكابتن علاء قال حاجه كنا هنتكلم فيها طبعا من البدايه، حته التنوع، وخصوصا ان انت لما تقفل عندك الجنب الشمال قدرت ان انت تشغل الجنب اليمين بامتياز، وقدر الجنب اليمين انه يصنع الفارق، وقدر الجنب اليمين انه يصنع هجمات ويصنع خطوره على المرمى، واستفاد النادي الاهلي منها بصوره كبيره. طبعا، والناحيه الشمال برضو انا شايف ان الشوط الثاني، الشوط الاولاني هو اللي كان الجنب الشمال مقفول عليه، معطل شويه. حتى الشوط الثاني تغيير احمد عبد القادر لما ادي كوره برضو جون 100% اتعملت لاحمد عبد القادر من قفشه، فرصه هدف كانت مؤكد، وحظه وحش ان فاروق حط رجله في اخر لحظه كانت رايحه في المرمى يعني، مظبوط. فاحمد عبد القادر لما حصل التغيير احنا قلنا انه كان في تكتل دفاعي من فرقه المقاولين، وانستوزا رغم ان هو بيلعب جناح كان تقريبا بيلعب باك يعني مدافع على دي، برده اتعملت كويس وقفشه حطها قوي. حلوه قوي، لكن ما لبستش، لان الكره برده بيبقى فيها احيانا توفيق يعني. لا هو بتحس ان قفشه عايز يحطها في مكان معين، هو في اخر حته في الجو. ايوه بالظبط، عملها تاني يا اسامه، عملها مرتين. هو بص خلي بالك، ما في يوم انت بتبقى في يوم انت بتبقى ماشيه معاك فيه، ويوم ما بتبقاش ماشيه معاك فيه. هو القرار ده قفشه تملي بياخده، وجاب منها جوان حلو قوي. مزبوط. المره دي اصل ابو سعود خلي بالك كان قافل الجون قوي، كان قافل الزاويه دي قوي، جاب في رخي جول زي كده. ابو سعود كان قافل الزاويه قوي، فهو حب يبعدها قوي عنه فطلعت لبره. لكن انا بقول ان تغيير احمد عبد القادر الاول قبل تغيير حسين الشحات ليه؟ لانه كنا بنلعب ثلاثه في الخلف، والمقاولين مش عامل زياده عدديه قدام. فكان الثلاثه معطلين شويه، حمدي وبنون وايمن اشرف وعلي معلول، هما كانوا قافلين عليه بانستوزا وباسم. أي. لما نزل احمد عبد القادر ناحيه الشمال وطلع ايمن اشرف، احمد عبد القادر فتح الجبهه شويه ناحيه الشمال مع معلول ومع قفشه، وحصل هجمات، واول ما نزل بعديها بثلاث اربع دقائق جه جون. حتى بيرسي تاو ابتدى يتحرك شويه في الجناح الشوط الثاني قبل ما ينزل حسين. لما نزل حسين وجبنا الجون لما نزل حسين الشحات وجبنا الجون، بقت الجبهتين مفتوحين قوي لينا، لانه المقاولين بقى داخل فيه هدف، وكمان انت سيطرت بقى على مساحات الملعب، سيطرت على الجنبين. بقى في شغل كويس قوي ناحيه يعني معلول. نزول احمد كمان عبد القادر كان ليه تاثير ايجابي على الاستحواذ والسيطره. طبعا ده ما فيش شك في كده، انا بقول لك دي قبل كمان بتغيير حسين، لان هي لما نزوله فتح فضل بس بنون وحمدي فتحي ورا، وبقيت تزيد في الجنبين، بقى بيرسي تاو من الناحيه الثانيه، وهنا احمد عبد القادر، فحتى فتح لمعلول السكه شويه.
فبقت بقى الجنبين شغالين كويس، عمل خلخله في فرقه المقاولين العرب. كمان انه بعد الهدف اللي هو جه في الدقيقه 66 ونزوله حسين، حاجتين بقت عندك جبهتين مفتوحين، وكمان هم بيهاجموا مساحات يعني او بيحاولوا يطلعوا لقدام عشان تعويض الهدف، فاتخلق مساحات كبيره جدا. انت رحت بكور كتير جدا من الطرفين، ويعني كان على الاقل ممكن تحرز هدفين ثلاثه تاني غير الهدف اللي جه. صحيح. وبعدين الكره بيبقى احيانا فيها توفيق، دي مهمه جدا، لانه في اوقات بتعمل فرص اقل من كده والكره اللي بتجيلك بتجيبها جون. لا النهارده انت اضعت فرص كتيره، سواء بعدم توفيق، سواء احيانا بعدم يعني تركيز من اللعيب او مش موفق فيها، لكن انت خلقت لنفسك اكتر من فرصه. دي برضو دي فرصة هدف 100%. أكرم توفيق عملها حلوة قوي لعمرو السولية، برضو عمرو السولية جابها قبل كده في أكتر من مباراة، ودي إيجابية من إيجابيات ماتش اليوم. طبعا، ما أنا بقول لك بص الزيادة العددية عاملة إزاي، يعني أكرم الشحات وسولية على 18 داخل جوه أحمد عبد القادر وشريف، يعني في حوالي ستة في داخل ال 18 وعلى حدود ال 18، فاتخلق لك فرص كتيره، ودي كانت من الايجابيات النهارده بعد التغييرتين دولت. ولكن ما وفقتش بس انك انت تزيد الاهداف، لكن في النهايه انت خدت الثلاث نقط. يعني كابتن عادل، تفوق مستر موسيماني النهارده في الاداره الفنيه على الكابتن عماد النحاس؟ لا يعني هو تفوق كبير جدا. انا شايف انه النتيجه الطبيعيه في مباراه النهارده ممكن توصل، لو جبت الفرص هنا نادي المقاولين ما راحش الا بالكره اللي شلناها وشالها بس. أي. يمكن دي المره الوحيده اللي فلت فيها، لكن انت مضيع النهارده لا يقل عن 12 جول مثلا. لو انت حظك وحش قوي تجيب منهم 7-8 النتيجه كانت تطلع. يعني أي. فيهم حاجات سهله كتير قوي، منها الكره بتاعت حمدي فتحي اللي في الارض دي، لو يعني في اي حته ثانيه لك. لا وجود لك كمان لابو السعود ان هو لقاها تحت رجله حطها شالها برجله. يعني الطبيعي النهارده النتيجه تبقى عدد كبير. احنا الكابتن علاء والكابتن اسامه والكابتن بلال اتكلموا على ان طول الوقت لو انت ما بتتفرجش على المباراه وقلت النتيجه 1-0 تقول ان الماتش كان مقفل والحاجات. لا الماتش سهل جدا للنادي الاهلي، والنادي الاهلي عمل مباراه هايله. يعني النادي الاهلي عنده دلوقتي ميزه كويسه بتعجبني، والحته الثانيه انه لازم نعدلها شويه، وده طبيعي انك انت في ماتش الاسماعيلي لما استغليت الفرص الاولانيه في الشوط الاولاني عملت نتيجه كبيره، في ماتش الزمالك لما استغليت الفرص في الشوط الاول. النهارده لو انت في الشوط الاولاني كنت جبت جون او اتنين كنت طلعت 6-7. فلا الموسيماني تفوق عليه كمان على عماد النحاس في الشوط الثاني كمان اكتر، لما عدل الملعب ونزل حسين الشحات ونزل عبد القادر، الملعب اتوزن وتحتيهم قفشه ومحمد شريف كراس حربه ونزل حمدي فتحي. وعجبني كمان التغييره بتاعه ايمن اشرف. أيوة. لان كان ايمن. أيوة. اشرف واكرم توفيق كانوا معرضين للطرد، وانت المقاولين ما بيعملش حاجه الا بيدافع وبيلعب على الهجمه المرتده، فممكن يبقى فيها دي لا وممكن يبقى فيها حته يعني. الكارت اللي خده ايمن اشرف خده في هجمه مرتده، حط رجله اللعيب قبلي خد انذار. أيوة. المرة الثانية أكرم توفيق خدها من تهور شوية. عاوز يعمل التكنيك عشان يلعب، دي كانت هجمة لينا مش مش علينا. أيوة. يعني فأنت لما يكون عندك سيرد باك وباك يمين في الوقت اللي بتلعب فرقة بتدافع وأنت متسيد المباراة بس ممكن يفلتوا بلعبة. فهيبقى في حالة طرد تقلب المباراة، فهو تغييره كويس. وحمدي فتحي لعب سيرد باك تاني، كانت صحيح. كانت حاجة كويسة. فانت لو اتكلمت على التميز ما بين موسيماني النهارده وما بين عماد النحاس، يعني وان سايد جيم للنادي الاهلي. النتيجه انا بعتبرها يعني نتيجه كبيره، انك انت مثلا في كم الهجمات، ولكن التفنيش لازم اتمرن عليه كتير. ولازم اللعيبه تفتكر الاسماعيلي وتفتكر الزمالك، ومحتاجين انك انت كل فرق ما تتعبكش لو انت خلصت الشوط الاولاني باكتر من هدف. واقول لك انت بيجي لك
يعني انت لو ما بيجيلكش فرص اقدر اقول لك انك انت ما بتخلقش لعب. لا بالعكس، انت بتخلق فرص توصل للجول. لا بالعكس، حاجه من ضمن الايجابيات. دلوقتي في مقوله بتقول لك ايه، الفرود اللي بيضيع اجوان كتير الناس اللي هم غير متخصصين. ايوه، الفرود اللي بيضيع اجوان كتير ده مش كويس. عند المتخصصين الفرود اللي بيضيع اجوان كتير يعني معناه، لا يعني معناه ان هو بيوصل كتير وبيتحرك. انا ممكن إن كنادي اهلي مثلا اطلع بفرصه في المباراه زي المقاولين العرب. أيوة. لو كانت الكره دي كانت جت جون كانت عادل معاك. أيوة. يعني انت مهاجم 20 هجمه وهو هاجم هجمه. أيوة. انت جبت جول وهو جاب جول، فانت ممكن تجيب واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وكنت قادر. أيوة. التغييرات حصلت من موسيماني حولت كفه المباراه. هنتكلم بقى في التغييرات مع الكابتن احمد بلال. يمكن التغيير الاول كان احمد عبد القادر بايمن اشرف. بس خليني اعترض الاول على الجمله اللي قالها كابتن عادل اللي هي يعني فيهم انت النهارده عمال تعترض ليه بلا يعني اللي هو الفرود اللي اعترض كابتن. انا سيبك تقول اللي انت عايزه. ماشي انا هكتب اعتراضك وارجع لك. ماشي اتفضل. مفيش وجهه نظر واحده في الكوره. صحيح، لازم الدنيا لازم تبقى وجهه نظر مختلفه. الدنيا كلها الفرود اللي بيضيع اجوان كتير كل ماتش ده لازم يقعد بره، مش ده لازم يجيب اجوان. المقوله دي اختلف معاك فيها يا كابتن. الفرود يروح كتير على الجول بس لازم يسجل كتير برضه. تمام، ايه الفرق بين فيرود كويس وفيرود مش كويس؟ فيرود جامد ومش جامد، ان ده بيجي له 3 4 فرص بيسجل 2. تمام، ده بيجي له 3 4 بيضيعهم. تمام، انا مش انا كفرقه النادي الاهلي مش هصبر عليه. لا، ما قسش الفرود اللي بيضيع كتير لان انا اوريدي اصلا بهاجم كتير. تمام، الكلام ده هيتعلى على الفرقه الصغيره. أي، اللي لما بيروح مره واثنين مثلا من كره من هجمه مرتده سريعه مثلا او كره طايشه وكره اتلعبت بالعرض. لكن انا كنادي اهلي انا بهاجم كتير. عندي فرص، عندي 6 7 فرص 8 فرص النهارده في الماتش. لو ما عنديش فرود بيخلص بيسجل اهداف تمام، يبقى او بيضيع الست سبع فرص دول، يبقى اكيد الفرود ده ما يستحقش انه يلعب في النادي. تمام، يروح لما يضيع كام جول ولما يقعد كام ماتش ما يجيبش جول. قول لي كده احصائيه. لا ما اديش لك منك انت واجيبها لك من عماد متعب. لا ما اديش افضل فراوده النادي. لا هي ممكن لا 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 استنى تقف مع واحد شويه. دي حاجه ممكن تقف مع بقول لك انا. أيوة، انا كان وجهه نظري كل مهاجم بيحصل له الكلام ده. انا كان وجهه نظري بقول ايه. ايوه، انا وانت الاثنين بنلعب روس حرب. ماشي، انا ما بروحش على الجون ولا بضيع ولا بجيب. ايوه، انا بجيب وبضيع. يبقى مين الافضل؟ مش في النادي الاهلي يا كابتن. لا ليه؟ عشان النادي الاهلي بيروح كتير جدا على الجون. يعني النهارده انت مثلا في كام فرصه النهارده؟ هقول لك على حاجه. محمد شريف بيجي له كام فرصه كل النهارده؟ 5. كام ما جابش منهم يعني ولا يعني الماتش اللي فات ضيع. معناه ان هو ايه؟ الماتش ما انا بقول لك الماتش ده ضيع. تمام، معناه ان هو لو ما جابش الماتش اللي بعديه ممكن يقعد. ليه؟ زي ما قعد قبل كده كابتن. انا بقول لك اللي بيحصل في طبيعه اللعب. تمام، قبل كده ما هو قعد عشان قعد ماتشين ثلاثه ما بيسجلش وبيضيع فرص سهله جدا. فالمدير الفني استبدله الماتش اللي قبل اللي فات، وكان ماتش الاسماعيلي بدايه الدوري. استبدله لاعب بيرسيتاو لما ابتدى يركز بشكل كبير وسجل الماتش اللي قبليه. لما نزل احتياطي في البنك اللي سجل هدف وسجل الزمالك هدف يلعب النهارده يلعب تاني هيجي يضيع الماتش اللي جاي واللي بعديه واللي بعديه هتلاقيه بيقعد. بلاد بنزيما قعد 190 جون مع ريال مدريد ما جابش. 190 يوم مع ريال مدريد ما جابش جون. دي الفرقه الكبيره ما لعبوش فيهم ولا ماتش. لعبوا ماتش لا لا لعبوا فيهم يجي لعبوا فيهم يجي دوري 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 دي. لا يعني 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 ايه يعني هو انا لا هو انا الفرود دلوقتي محتاج هو الفرود بتاع جون بس ولا بتاع تحرك؟ انا ممكن جول وصناعه يعني وصناعه يعني في لافيو اثنين جول وصناعه. تنكر ان في لافيو من افضل المهاجمين اللي جبناهم؟ بس في سؤال لحظه سيبنا كمل. لا سيبنا كمل. انا هكمل لك عشان دي نقطه مهمه. في لافيو مانويل جوزيه صبر عليه قد ايه؟ سنه صبر ليه؟ وجاب جون بايه؟ استنى يا كابتن بس صبر ليه؟ صبر عشان الاهلي بيكسب بيكسب على طول وكان بيكسب 2 و3 والاهلي يعني كابتن. انا بكلمك على الفرود. انت قلت الفرود انت لو عندك اللي ما يجيبش جون وما يجيبش اثنين وما يصنعش وما يجيبش لحظه بس لحظة وما يجيبش ثلاثه اقعده. انت لو عندك يبقى مانويل جوزيه افضل من درب النادي الاهلي. سيبك من جوزيه دلوقتي ودرب جامد. انا بكلمك فرقه النادي سنه واحد يتكلم واحد يسمع. كابتن عادل بس استنى عادل. كابتن عادل دلوقتي لو الاهلي ما بيكسبش هيلعب في لافيو؟ رد بقى انا بسالك سؤال. لا مش يبقى كابتن يبقى انت بتدرب؟ طبعا خلاص ده وجهه نظر. لا ما هو دي المشكله. المشكله اللي انا بدرب. انا بسالك سؤال. لو الاهلي كان بيخسر وهو بيضيع فرصه يتكلم. انا بسالك سؤال يا كابتن علاء. نطول الحلقه نص ساعه استنى يا كابتن. انا هسال سؤال. لو الاهلي كان بيخسر وفلافيو بيضيع هيلعب يا كابتن علاء؟
لا طبعا بس لا مش هيلعب بس خلاص هو اللي حصل اللي يعني حصل اقول لك بس اقول لك بس ما ينفعش هو وجهه نظر بلال ان الاهلي كان بيكسب بص يا بص يا بص الاهلي بيكسب ايه ده في لافيو افضل من جه في الافارقه كفرويد للنادي الاهلي قعد سنه لولا ان مانويل جوزي مدرب عائل اللي بلال بيقول لك انت بتدرب لولا ان مانويل جوزي صبر عليه كان هيمشي لعيب كسبك افريقيا وكسبك دوريات بعديها وكسبك مباراه فاصله مع الاسماعيلي وكسبك وكسبك دي وجهه نظر مدرب رؤيه فنيه ممكن ايمن اقول لك حاجه ايمن ممكن اقول لك حاجه بقول لك ممكن اقول لك حاجه كابتن ايمن ما يقعدش نظر الرؤيه الفنيه قاعد لعيب كابتن لما النتائج تساعدك يا كابتن ايمن لما تقدر تعمل اللي انت عايزه صحيح تمام لو النتائج مش بتساعدك لا جمهور هيتحملك ولا مدير فني نفسه هيتحملك ولو ابنك في الملعب مش هيتحملك ده وضع طبيعي هي دي الكوره انت مش هتحمل ابنك انا نفسي ما انا بقول له ولا ابنك انا بقول لك اهو مش ده وضع طبيعي تمام بالنسبه للفراوده يعني وانت كنادي اهلي ليه الاهلي دايما بيحتاج فراوده كتير ليه عشان لو في واحد عنده سوء توفيق يبقى في واحد تاني ينزل يسجل اهداف لو في واحد الكوره مش ماشيه معاه في واحد تاني يبدل عشان نبقى الموضوع ده احنا متفقين عليه هو الفكره في ايه يعني سبب مش مقارنه لعيب الوقت خالص عشان بس انت وجهه نظرك صح وبتكلم صح هو بلال بيقول لك لو انت عندك احسن مهاجم في مصر كلها كويس وبيضيع اهداف والنتائج بتاعه النادي مش كويسه ايوه يوم هيقعد انت هتقعده انت وتشوف حد تاني لحد ما يرجع تاني مستواه ممكن على فكره بقى زي انت بتقول مثلا بنزيما قعد 90 يوم مش عارف كام 190 يوم ما جابش جول لكن بيلعب الفرقه تكسب بيلعب وهو بيلعب مظبوط وفي مثلا كريستيانو خسروا الدوري لا خسروا الدوري السنه دي لكن بفرق السبعه كسب ايه يا كابتن ايه مثلا كسب اوروبا بس مخلص كلام كسب مثلا اوروبا كسب كاس وبيكسب لكن ممكن يخسر دوري لكن الفرقه ماشيه لكن اول ما تيجي تعطل في النتائج المدير الفني عادل ما عندوش عاطفه انا موافق لو ما عندكش لعيبه تعمل اي لو انا لا هو بلال بيتكلم في ايه ان دايما الفرقه الكبيره عندها يعني مثلا الاستوديو ده فيه كام فراوده 1 2 3 كانوا كلهم في النادي الاهلي دايما النادي الاهلي ما يعتمدش على فرد واحد عنده 1 و2 و3 عشان لو عاد مش موفق والامور بدات تسوق انا كمدير فني ما انا خايف على منصبه على اسمي صح. هروح ملعب ايمن فاهمني ايمن مشيت معاه اروح ملعب عادل تاني عادل ده عندي انا متاكد ان عادل كويس صح. لكن هي فتره كابتن عادل هقول لك كابتن علاء هقول لك حاجه في الموضوع دوت وكابتن عادل برضه اكمل بعديك بس عشان ماشي. انا ازول حاجه ماشي. المدير الفني كمان علشان برضه كابتن احمد بلال بيبقى خايف على اللعيب ده طب بيبقى خايف على اللعيب ده فممكن يقعده زي ما كابتن احمد بلال بيقول هو عارف ان هو هداف ولكن في فتره من الفترات مش ماشيه معاه يعني كل واحد حصلت له انا مثلا حاجه حصلت لي مره قعدت نص موسم تقريبا ما بجيبش جوان بضيع جوان غريبه جدا تمام لدرجه ان كان الكابتن انور سلامه هو المدير الفني تمام ساعتها وقال لي انا عايزك كويس بعد قبل المباراه كده ترسانه قبلها بيومين فقال لي انا عايزك هروحك البيت قلت له طيب ماشي اتفضل يا كابتن عايزني في حاجه قال لي انا عايزك دلوقتي انا خايف عليك هو حب يتعامل معايا نفسيا انت الفتره دي انا واثق في امكانياتك وانا واثق ان انت بتمر بمرحله صعبه جدا اليومين دول فانا عايز ابعدك عن الضغوط شويه تمام عايز ابعدك عن الضغوط شويه تمام عشان ما اخسركش تمام هو جه قال لي كده بالظبط كابتن انور سلام وخيرني قال لي انا شايف ان انت بص انا وجهه نظري ان انا اريحك انما ممكن العبك كويس ولكن انا الضغوط دي ممكن تخليني اخسرك تمام كويس فقلت له طب يا كابتن انا عايز العب وابتدي المباراه قال لي يا ايمن انا وجهه نظري كده عايز انت تلعب وهتتحمل الضغوط قلت له ايوه يا كابتن هتحمل الضغوط وهلعب والماتش ده سبحان الله كابتن اسامه عرابي لعب لي كوره من ناحيه الشمال من اقصى الشمال في الدقيقه 92 وطرت حطيتها بدماغي كان ماشي الترسانه 1-0 ايوه كسبنا 1-0 بس هو تعامل وفكر مدير فني ايمن عن مدير أيمن فني ايمن ايمن ممكن اقول حاجه بس ايوه انا فهمتك بس فهمت. انا ردا على بتاع بلال اللي قال لي لا لحظه لا استنى بس ان ان انت مدرب استنى بس في لحظه في فرق ما بين واحد مارس الموقف وحصل له الموقف ده مع اكتر من فرقه واحد اتفرج على الموقف بس يعني انت يا بلال اتفرجت على الموقف
انا كان عندي جون انتوي عملت معاه كده ما كان بيضيع جوان، عملت معاه كده في الشباب السعودي. انا كان معايا ريفاز من اكبر لاعيبه امريكا الجنوبيه وعملت معاهم كده. انا بقول لك على تجاربي. انا اصل اقول لك في لافيو، اصل اقول لك في لافيو يا بلال، في لافيو قعد مانويل جوزيه. لو كان مانويل جوزيه ما كانش مدرب عاقل ومدرب تقيل وكبير كان رضخ للناس، الناس كلها كانت بتقول لازم مانويل جوزيه يقعد في لافيو. عمل ايه؟ حافظ عليه، حافظ لنا على نجم كسبنا اربع سنين. صحيح. انا اصلا بس انا بس يعني في نقطه ما حدش النبي بس انا بس بس انت لو مدرب هتقول وعندك وعندك لعيب يضيع كتير يا كابتن عادل تمام، والظروف مش ماشيه بتتغلب او بتتعادل، هتبقي عليه في. طب خلاص يا كابتن نسمع بقى كلام الكابتن. بص ده السؤال. بص المدير الفني، المدير الفني في اي حته في العالم عايز اسمه وانه يكسب طبعا، وطبعا الاداره والجماهير بتاع، لانه في النهايه لو ما عملش نتائج هيمشي. ايوه. لو انا بلاعب حد ومش ماشيه معايا، مش ماشيه معاه بس بكسب، ايوه النتائج ماشيه، ايوه الناس هتستحملني والادارات هتستحملني. لكن لو انا بلاعب واحد وقاعد يضيع 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 ونتائجي وحشه، انا اللي هروح. طبعا انا اللي هروح. انا بدي ايوه فلافيو هو في الاخر، في الاول استاذ فلافيو ده انا كنت موجود في القصه كلها. أيوة. هو في الاخر يا اسامه اللي بيحكم المدير الفني وتفكيره وتصرفاته نتائجه. لانك في الاخر انت قلت كلمه في الاخر، انا مدير فني ما انا خايف على اسمي. مظبوط. انا نتائج، بص يعني بص يا اسامه، النتائج بتخلي المدير الفني يعمل كل حاجه والناس بتقبل. طبعا صح انت فاهمني. طبعا حتى على مضض يعني طبعًا. حتى لو هو من جواه مش مقتنع بس في الاخر هتقول ايه؟ ما هو بيكسب. ايوه صح. في الاخر يعني صح. على فكره وجهات النظر كلها صح، عادل بيتكلم صح وبلال بيتكلم صح وانت اكيد بتتكلم صح، لكن هي في الاول والاخر عشان بس تقفل الموضوع ده، مدير فني في الاخر في الاخر بيعمل ايه؟ اهم حاجه اسامه لعيب كويس وهدفه كل حاجه، النتائج زي ما انت قلت يا اسامه مساعده. انا بعمل اي حاجه وجهه نظري، بس في حاجه هو كمان كان مقتنع بيه جدا. صح. مؤمن بيه جدا. أيوة زي ما عاد بيتكلم على فلافيو، عشان انا بقول لك انا كنت في القصه مع مستر جوزيه. ايوه واثق في امكانياته بالظبط، وعامل لنا لعيب عظيم. كسبنا كسبنا كاسات افريقيا. اقول لك بس عاد الحاجه الثانيه، انه في فتره بتاعت فلافيو لما وقفت معاه طويل كده ومستر مانويل قاعد يلعبه يلعبه يلعبه، صدقني يعني لو قعد كمان شويه كان مستر مانويل نفسه كان هو اللي هيروحه، بس هي فتحت بقى معاه. لكن لان ليك حدود، ليك لحظه، ولا يمكن هو لانك انت اللي هتروح في الاخر. صحيح. لو انت بتخسر انت اللي هتروح. ولا يمكن مانويل شايف ان هو لعيب كويس قوي. كابتن عادل، ما بس ان هو رجل المباراه بقى من وجهه نظر ديانج. ديانج من وجهه نظر كان حمدي فتحي، ولكن خدها ديانج في الاخر. كابتن بلال. لا انا بشوف حمدي فتحي يعني اولا المباريات اللي فاتت كلها متعلق بشكل كبير النهارده. خلينا في النهارده. النهارده هو مسجل هدف الفوز. يعني انا بشوف اللعيبه كلها ايكوال النهارده، ادت كلهم ادوا بشكل جيد لعيبه الاهلي. فالنهارده صانع او ما انا هقولها كابتن انجز قول اسم لعيب بلاش المقدمات. لا بلاش المقدمات في النتائج. نقول انجز كابتن علاء ديانج النهارده. ديانج بص يا كابتن اسامه. بص يا ابن عشان هقول لك بس هو حرام. لا 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 مش عارف اقول حاجه. انا قد مبرر. لا لا بس اقول لك حاجه، هتختار لي واحد في الاخر. ما واحد طبعا. هو ليه؟ طيب في اربعه النهارده عاجبني. ماشي. الشناوي، حمدي فتحي، اكرم توفيق، ديانج. هتختار مين؟ ديانج خلاص. يستاهل ما تقول من الاول. لا يعني الاربعه دولت النهارده كانوا مجيدين. هو قال بيتكلم على حمدي فتحي صح، لكن انا هو ديانج. لا ديانج اكتر واحد بالذات الشوط الثاني وضحت قوي. مظبوط. كان يعني هايل. طبعا هايل يعني. صحيح. كابتن نادر يقول فلافيو. انا انا هديها لاليو ديانج. نستعرض بقى مع بعض ترتيب جدول الدوري العام. يا ريت لو زمايلنا الاعزاء المعدين ينزلوه لنا على الشاشه. هيبقى عندنا النادي الاهلي في المركز الاول لعب اربعه وخد العلامه الكامله 12 نقطه. بيراميدز عنده 10 نقاط. نادي الزمالك في المركز الثالث 9 نقاط. نادي غزل المحله في المركز الرابع برصيد 8 نقاط. نادي سيراميكا كيلوباترا في المركز الخامس برصيد 8 نقاط.
وفيوتشر في المركز السادس برصيد 7 نقاط، اتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 7، اتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 7 نقاط، سموحه في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، بنك الاهلي في المركز التاسع برصيد 6 نقاط، مصري البورسعيدي في المركز العاشر برصيد 4 نقاط، مقاولين العرب في المركز ال11 برصيد 4 نقاط، مصر المقاصه في المركز ال12 برصيد 4 نقاط، الجونه في المركز ال13 برصيد 4 نقاط، امبي في المركز ال14 برصيد 4 نقاط، وفاركو في المركز ال15 برصيد 3 نقاط، وياتي في المؤخره طلائع الجيش في المركز ال16 بنقطتين، الشرقيه للدخان في المركز ال17 صفر من النقاط، والنادي الاسماعيلي في المركز الاخير صفر من النقاط. ان شاء الله الامور بالنسبه للنادي الاهلي يفضل المحافظ على الصداره حتى نهايه الدوري ان شاء الله، ويستعيد اللقب الضائع بفعل فاعل من الموسم الماضي. فاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه، ارجوكم انتظرونا.